فتحت جون شكري. طيب اوكي، عشان ما نضيعش وقت، احنا المفروض المره اللي فاتت ابتدينا اتكلمنا طبعا على الحاجات الكونتنتس بتاع الكورس، واتكلمنا على ايه بتاع دوت الكونتنتس بتاعت كل ليكشر لوحديها ايه هي، واتفقنا على ازاي الاسسمنت بتاعتنا بتتم والدرجات والحاجات وكل ده قلناه المره اللي فاتت، وموجود على ال ام اس على فكره حاليا الريفرنس اساميها. اوكي، الليست اوف ريفرنس عندنا موجود، الليكشر اللي هي بتاعت الاندستريال سيفتي موجودة عندنا، بتاع ده سلايدز اللي هي فيها بنتكلم عن الكورس والايمز والحاجات دي كلها اللي هي بنسميها عندنا كورس سبيكس. بعد كده في عندنا الليكشر نوت بتاعت ماتيريال كلاسيفيكيشن، دي برضو موجوده. خلاص كل ده موجود. انتوا لو في حاجه عندكم بالفعل، لو انتوا اصلا ما بيظهرش عندكم الاتندنس ليست اللي هي النيمز بتاعتكم في السكشن، انا ممكن بالفعل استنى لغايه قبل يوم، يعني يوم الجمعه بالليل قبل يعني الناس اللي عندها السبت، ابعت لكم على ال ام اس الايه الليست دي، بحيث كل واحد يبقى عارف في السكشن بتاعه وهو فين رقم كام في السكشن. اوكي يا تسنيم؟ تمام يا دكتور، انا هبقى اكلم. لان انا حسيته ان الناس مش عارفه هي فين، هي في التوب ولا في يعني في الفيرست بارت ولا السكند بارت بتاع السكشن. اوكي؟ طيب نبتدي بقى نتكلم على المحاضره. فاحنا المره اللي فاتت بالفعل اوريدي احنا اتكلمنا على الماتيريال كلاسيفيكيشن، وانا دخلت في بدايه فيها وقلت ان الماتيريالز دي موجوده في حاجات كتير. اوكي اراوند اس، هتلاقي ان احنا عندنا لو احنا بنتكلم على مثلا الاير كرافتس، بنتكلم على السبيس شاتلز، بنتكلم على الكورز، العربيات، الترينز، الحاجات دي كلها، بنتكلم على حاجات عندنا في فاكتوريز، في ورشه، في حاجات من دي كلها، بنلعب سبورتس، فنلاقي عندنا كل حاجه من دول هي عباره عن مجموعه ماتيريالز مختلفه، مش شرط يبقوا ماتيريال واحد. خلاص، حتى لما وصلت وقلت لكم لو انت دخلت المطبخ عندك هتلاقي في حاجات كتير قوي موجوده من ماتيريالز مختلفه، وطلبت منكم فعليا المره اللي فاتت ان انتوا كل واحد يروح ويفتكر عنده كده، يدور ايه المواد اللي عنده في البيت، وبالذات الناس اللي خدوا ماتيريالز في الورك شوب ففهموا احنا قصدنا ايه. الناس بقى اللي ما خدوش لسه يا ريت هم يعملوا الحكايه دي، دوروا حواليهم في كل حاجه. معاك قلم، شوف القلم ده البارس بتاعته ايه هي، البارس دي بوليمر ولا ميتال، والميتال ده ايه، وهكذا. خلاص، عندي مقبض باب، عندي مش عارفه مفتاح بتاع كهرباء، عندي ماوس بتاع الكمبيوتر، عندي حاجات من دي كلها اقدر اعرفها. اوكي، حتى الحاجات اللي عندك في البيت عادي تستعمل. فده بنقول بالفعل ده كان مهم جدا ان احنا نبقى عارفين الكلام ده، واتكلمت على حكايه الماتيريال سايكل، ان احنا شود كيب ان مايند ان دايما اما انت بتعمل ديزاين وانت بتختار تعمل ماتيريال سيلكشن، انك انت يعني تسيف الايه؟ تسيف الريسورسز بتاعتنا، اما انك انت بتاخد الحاجه وبعد ما تحصل اللايف بتاعتها اندد يو نيد انك انت تعمل لها ريسايكل، او تعمل لها ايه؟ او على الاقل تكون سيف على انك انت تسيبها في الايه؟ في البتاع ده، في يعني في مكان معين من غير ما تاثر على الزراعه، من غير ما تاثر على بتاع ده، على الميه، على الحاجات دي كلها. واتكلمنا المره اللي فاتت بالفعل ان كان في جزء، يعني النهارده كان في مثلا ورك شوب في الكليه حقيقي بتتكلم على الجزء دي اللي هم بيقولوا عليهم عددهم يعني هم 17 جولز، 17 جولز دول بتوع يونايتد نيشن، هم دول السستينبل ديفلوبمنت. ان انا لو انا بالفعل انجينير في اي مكان، او انا احنا بالذات طبعا هنلاقي فيه حاجات تخص الانجينير. اوكي، زي ما قلت المره اللي فاتت انك انت كيب ان مايند ايه البوينتس المعينه، زي مثلا انت بتختار ماتيريال، بتصنع حاجه، بتستخدم حاجه. اوكي، يريد انك تسيف الكونسمشن بتاعك، قلت لكم المره اللي فاتت انك انت تسيف الريسورسز. لما انا شرحت لكم المثال بتاع لو قدامك حاجه الويت الوزن بتاعها مثلا او الماس دي 1 كيلو جرام والثانيه مثلا 10 كيلو جرام، 1 كيلو جرام اقدر اعمل لها بوش ايه بسهوله، الثانيه عايزه باور اكتر وهكذا. فمعنى انك انت الحاجه بتكبر معناها انك انت عايز انرجي اكبر، عايز فيول كونسمشن اكبر. اوكي، فقلنا ان احنا دايما نسيف الايه الريسورسز بتاعتنا، وكمان نكيب ان مايند ان احنا دايما دو نوت هارم الانفايرمنت اللي حواليك. خلاص، فاحنا اتفقنا على دول وقلنا دي بالفعل المفروض ان هي الجزء بتاع 2030، وبعد كده اتكلمنا على الايجز المختلفه. اوكي، بحيث ان احنا في الاخر طبعا احنا دلوقتي في الارتفيشال انتليجنت ايه ايج اللي احنا كل حاجه عمالين ندخلها في انها تبقى سمارت في الحاجات دي كلها. اتكلمنا على الايجز المختلفه وقلنا ان ازاي الايجز دي بتختلف من فتره لفتره. فانا كان عندي بيفور
اللي هو يعني تقريبا قبل الميلاد بحوالي 2 مليون سنه و 2.5 سنه، قلنا اتفقنا ان الماتيريالز الاراوند يو نيد انك انت فولفيلنج نيد بتاعك خلاص. فدايما كان بيدور هيعمل الشلتر بتاعه من ايه، هيلبس ايه، هياكل ايه، وده قلنا دايما هو حتى الان تلاقي ان انتوا كل واحد فيكم بيدور. لو انت جيت بصيت على الجينيريشن دلوقتي او الناس الموجودين دلوقتي والجراند بيرنتس بتوعك، هتلاقي جراند بيرنتس عاشوا حاجات غير اللي انت عشتها خلاص. ليه؟ هما المواد اللي كانت متوفره عندهم في الوقت ده هي كانت لغايه مثلا ايه البلاستيك ايج مثلا خلاص. لا ده في جيل جه تاني بعديها اللي هو حضر مثلا ميتاليك ايج، اللي هو قلنا بتاعه الجولف كلاب اللي هي المضرب بتاع الجولف والحاجات اللي موجوده عندي في السيلفون وكده، تبص ليها معموله عندنا من بالك ميتاليك جلاس خلاص. لسه طبعا كل ايه كل فتره وبيظهر عندنا حاجات تانيه. اتكلمنا على دي، دي ما اتكلمناش عليها نهائي صح. طيب انا قلت الحاجات اللي قدامنا دي بس كده كاننا بنعمل ايه يعني برين ستورمنج كده بينا وبين بعض، ان احنا نفكر كل واحد الحاجه اللي قدامك دي، فكر كده نص دقيقه مع نفسك ايه الفرق ما بين دول. دول عباره عنهم كلهم كبس صح، بس معمولين واضح ان هم معمولين ايه، حد من الناس مفتح لهم كده مثلا عمر عماد. ايوه يا دكتور. يا عمر هل هم دول بريبيرد فروم او برديوس فروم ذا سيم ماتيريال؟ لا. حلو، واضح ان هم ايه يا عمر، ان كل كاب من ماتيريال مختلف. كويس جدا. طيب الكويشن دلوقتي بيقول ان احنا why we use different material for the same function or for the same use، ازاي ان احنا فعليا عندنا حاجات من ماتيريالز مختلفه هي كلها عباره عن كابس المفروض ان انا احط جواها فلويد او اي حاجه سائل بحيث انها تحتفظ بيه واقدر استعملها خلاص. طيب الكابس دي من different materials، عايزين بقى كل واحد كده او مثلا ابتدي انا دي اسامي، وحد فرصه على فكره الناس تانية يعني عشان الافلام دول ما يفكروش ان الدكتور قافل علينا فاحنا مش هنجاوب. هتجاوب بس يعني ايه دوني فرصه. نفتح اي حد بقى. روبرت، روبرت ريموند، روبرت حضرتك يا دكتور اتفضل سعادتك، تحب تقول لنا ايه بقى؟ تختار مين فيهم تتكلم عنه؟ يعني هتكلم عنه واقول ايه بالظبط يعني انت امتى هتستعمل ده؟ ايه الفرق ما بين اي واحد فيهم والتاني مثلا؟ تمام. مبدئيا كده لو هستعمل الكوب اللي هو الكرتون اللي على اليمين ده، ده مش هعرف استعمله كتير، هيتبهدل مني بسرعه. تمام، يعني ده مش هينفع for a multiple use، هيبقى single use، one time use خلاص. يبقى انا عندي دلوقتي في الحاجات اللي هو بيتكلم عليها الكرتون دي هيستعملها مره واحده خلاص، عشان بيقول ان هي مش هتبقى درابل، مش هينفع استعملها كتير، هي مره واحده وبس. طب امتى هتستعملها يا روبرت؟ استعملها لو انا في الشارع مثلا. كويس، يعني لو انت مش في البيت، لو انت في بيكنيك مثلا مع اصحابك، لو انت في كافي شوب، لو انت في الكليه، اوكي في اي حته من دول هيديك ايه، هيديك الكاب اللي هو معمول من ورق صح كده؟ صح. طيب كويس ماشي يا روبي. طيب تمام نجيب حد تاني. لا الايدين نزلوا بس ايديكوا عشان انا دلوقتي اشوف حد. انا فاتحه لمين؟ طيب نقفل روبرت. انتوا بتجروا ليه؟ هي الناس بتهرب ليه؟ طيب روان، روان في اتنين، روان 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 ماشي، كل واحدة فيكم تقول ماشي، واحدة تقول والتانية تقول وراها. أيوة. سكشن كام وسكشن كام؟ روان وليد سكشن كام؟ روان وليد سمعيكي والله والصوت عندك بيروح فين؟ طيب ها هتختاري انهي يا روان؟ كده حضرتك سامعاني؟ والله سامعاكي على طول، جاوب عشان بيقطع عندك. انا مش سامع حاجه. طيب انا هتكلم عن السيلز.
هتتكلمي عليه؟ عندك مشكلة أتكلم؟ طيب قولي. طب خلاص يا روان في عندك حاجة قولي، تقولي على طول، جاوبي على طول عشان واضح ان عندك مشكلة في النت. طيب الاستلس عشان لو انا عايزاها اتحرك بيها في كذا مكان من غير ما تتكسر وتحافظ على حرارة اللي جواها. في فرق ما بين حاجتين يا روان، ثانية واحدة. شايفة الكاب ده؟ الكاب ده مش اللي هو الدبل وولز اللي انت بتشربي فيه وتحطيه وتقفليه وتمشي بيه ده، خلاص؟ ده كاب كده بس، يعني ما فيهوش حاجة، هو يعني وول واحدة. كوباية عادية مش زي اللي انت بتشربي فيها، مش اللي انت بتبقي شايلاها وجايبة بيها من البيت دي، خلاص؟ يعني دي مش بتحتفظ بالحرارة. لكن هي دي في مشكلة دلوقتي، لو انا جبت دي روان وصبت لك فيها حاجة هوت هوت ووتر مثلا، هتقدري تمسكيها؟ لا. حلو، عشان هي ايه مشكلتها؟ هي بتخرج بتسرب الحرارة. هي مش مسألة تسرب، انت هتعرفي تمسكيها اصلا؟ لا. كويس، يبقى هي دي مشكلة. يبقى مشكلة فيها ان هي بتترانسفير الهيت، ايه يعني، هي عندها هاي ثيرمال كونتاكتيفيتي، صح؟ ففي مشكلة، اما ان يبقى ليها هاندل معمولة مثلا من بلاستيك او معمولة مثلا من خشب او ما اعرف امسكها، صح؟ الكابس الثانية اللي انت تمسكيها وتحطي فيها الحاجات بتاع دوت الهوت شوكليت ولا بتاع نسكافيه ولا الشاي والحاجات دي، دي مقفلة، ده عنده وولز عشان تعمل ايه؟ تعمل يعني تحتفظ بالحرارة وتقلل تسريبها، خلاص؟ اوكي؟ خلص. يعني تقلل الهيت ديسيبيشن. طيب نيجي بقى نتكلم على حاجة، طيب هو ايه هتستعملي الستانلس دي امتى بقى؟ ممكن لو انا مش عايزاها تتكسر مني. تمام، هتستعمليها في ايه؟ ممكن في مكان ما اتحرك فيه كتير ممكن تقع. تمام، خلاص اتحركنا، هنحط فيها ايه؟ حاجات ساقعه بقى وحاجات. كويس، ماشي، صح، اوكي. طيب في ميزه طبعا، هي روان قالت حاجه جزء منها صح وجزء غلط. قالت انا عشان ايه يعني اتحرك بيها في الكليه براحتها؟ لا، هي دي مش هتنفع تتحركي بيها قوي، خلاص. لكن هي دي كويسه في افرض انا قاعده دلوقتي في الايه، في الورك اريا بتاعتي، ماشي، والجو برد مثلا شويه، وحطيت في كبس شبه اللي قدامي ده مثلا، وعايز احتفظ بالحراره بتاعته، في حاجه كده هوت بليت صغنن بيبقى ممكن على يو اس بي او حاجه، وابتدي او تشارجبل واحطه، تفضل الحاجه وورم شويه، خلاص. طيب احنا اتفقنا ان الستانلس بالنسبه لي برضو ستيل حاجه هيستخدم مرات كتيره، اوكي. طيب نيجي بقى نتكلم مين في روان ثانيه. روان ثواني، مين اللي عايز يخش؟ سهى. ماشي يا سهى، سهى معانا اساسا، ماشي. روان وان يسري، ها حضرتك سامعاني؟ ايوه اتفضلي. اتكلم عن بلاستيك. اوكي. هي سكشن كام يا روان؟ ايه سكشن كام؟ 21. اوكي اتفضل. هي وان تايم يوز، ممكن استخدمها مثلا في لما مثلا اعمل حفلات او كده، عشان يعني ممكن تترمي، مش هفضل شايلاها. طيب كويس، عشان احنا بالفعل لو احنا جايين في مثلا هنا في الكليه وهيدونا حاجه نشربها، بتاكيد مش هتجيبي معاكي ايه كابس مثلا زي كلاس او الستانلس دي عشان هنشرب فيها. طيب كويس روان. طب قولي لي دلوقتي سؤال يا روان، ايه يعني انت في رايك، هل الكاب البلاستيك ده هينفع استعمله في كل حاجه؟ لا مش كل حاجه. ليه بقى؟ يعني هي اصلا ثيرموست، فاعتقد مش هتستحمل درجه الحراره العاليه قوي. لا لا لا، الكوبايه دي مش ثيرموست. ليه؟ الكابس دي مش ثيرموست والله. عندك واحد جربيه في البيت، قومي هاتي الولاعة وجربي. اوكي تمام. بلاش حكايه ثيرموست اساسا، عموما البلاستيك هتستعمليه ايه؟ قلتي حاجات سوفت، صح؟ يعني لو حطيت فيه حاجه تيم ولا حاجه، بص لايه بقى، يتاثر بالحراره وهيبقى صعب ان انا امسكه. في حاجه تانية، هل هو سيف بالفعل ان انا استعمله احط فيه حاجه سخنه؟ لا مش سيف بالظبط. الحاجات اللي هي معموله من بلاستيك دي، ماشي، وانا احط فيها بالذات يعني هو فعليا المفروض تمينيمايز اليوز بتاع البلاستيك في حياه الحاجات الشرب والاكل والحاجات دي، زي ما قلت قبل كده او قال حتى في الايه في الورك شوب. الحاجات البلاستيك دي بالذات لو حطيت فيها حاجه سخنه، اولا هي هتتاثر شويه بالحراره، الحاجه الاهم ان هي هتاثر على الصحه بتاعتي، فانا احاول ما استعملهاش، اوكي. فهي الافضل لو مضطريه استعمل دي ان انا استعملها في الحاجات الايه كولد، صح؟ ماشي روان. طيب بتاخدي اللي جنبيها ولا لا نجيب حد تاني؟ ماشي نجيب حد تاني. مين بقى؟ زياد ايمن. ايوه دكتور اتفضل. هو روبرت سيكشن كام؟ انا نسيت اساله. قول يا زياد.
الجلاس كاب يس هو تقريبا معظمه عيوب ان هو بيتكسر بسهوله. البادي نعم تمام اوكي البادي بتاعه بيكوندكت الهيت ف بس يعني هو ولا الستانلس؟ لا طبعا الستانلس بيكوندكت اكتر بالظبط. بتاع ده الجلاس يعتبر من حاجات السيراميك الكونتاكتيفيتي بتاعته مش عاليه زي الحاجات الماتلز. اوكي طيب هسالك سؤال دلوقتي يا زياد، هو انت لو انت مثلا عندي جاي انا جيت مكتبي وعايز اسالك حاجه اديها لك لو ايهما تفضل ويفيل ان انت يعني ايه ابريشيت اللي احنا بنعمله ده، ان انا اجيب الكاب الكلاس ده ولا اجيب الكاب البيبر ده؟ لا الكلاس ده. ليه بقى؟ عشان اقيم بالظبط وبتلاقي شكله ايه افضل. في ميزه موجوده في الكلاس كمان ما حدش قالها بالنسبه للباقيين الثلاثه دول، ها شهد شهد احمد تفضل يا شهد، ايه الميزه يا شهد في الجلاس غير حكايه ان انا هستعمله ميني تايمز؟ شيء طبيعي هقول لكم على حاجه بس ما نخلص النقطه دي. لا مش عارفه ممكن حاجه تكون فيه ومش في الباقيين يعني. ايوه بالظبط كده. طب انا معبيه الثلاثه التانيين دول اي نوع فلويد او ليكويدز اوكي ولسه هعبي الجلاس، you can tell what's inside كل واحد فيهم؟ لا مين اللي احسن لي؟ الجلاس. الجلاس على فكره في ناس كتير عندها عقده في حاجه ما تحبش تشرب، يعني مثلا تيجي تجيب له تي في كاب يقول لك لا ما بشربوش كده اللي هو التشاينا ده او الماج يقول لك لا ما بشربوش، تجيب لي في جلاس. في ناس بتحب تشرب الحاجات في جلاس. ليه جلاس؟ فعليا هو اولا بيبان فيه لون الحاجه، افرض حاطه جوس، افرض مثلا عامله لك كوكتيل مثلا بتاع ده اورنج فوقيه ستروبيري جوس او كده، بيحس ان هو شايف الحاجه اللي جواها. انت لو رحت ريستوران ويجيب لك الحاجه، طبعا مش في وقت الكوفيد ولا البتاع ده 19 ولا حاجه، في الوقت العادي ايهما افضل؟ بيجيب لك طبعا في الكاب جلاس، بتحس انك انت ايه يعني بيعمل لك ديليجيشن بتدلع كده خلاص، وبتحس انك انت يعني بتحس ان حاجه قيمه. الجلاس حتى تقدر تجيب فيه منه كواليتيز عالي اوكي، يفرق بقى بالفعل قوي. حتى تلاحظ حاجه، الكبس اللي هي البلاستيك دي لو احنا هنشرب فيها حاجه زي جوس او ووتر او كده بيبقى دلوقتي في منها ترانسبيرنت. ليه عملوه ترانسبيرنت؟ عشان تقدر تشوف وفي نفس الوقت تبقى حاسس ان هو قريب من الجلاس. طيب السؤال اللي هساله بقى لاي حد فيكم يحب يجاوب هو عمر عماد ما قاليش حاجه. عمر عماد وجاوب ايوه عمر، وانت دلوقتي لو انا انت قاعد في البيت ايهما افضل لك؟ الجلاس طبعا. ليه بقى؟ عشان اجيب لك هتقعد تشرب مثلا 3 4 كوبايات شاي في اليوم ومش عارفه 2 نسكافيه، وبعدين قمت جبت شربت ميه، وبعدين قمت جبت جوس، كميه كبس بقت كتير بغض النظر عن الماني. اتس نوت ماني وايز، اتس هي مشكله في ايه؟ في انه مثلا اللي هو الكرتون والبلاستيك دول وان يوز، ف لا مش هقدر ان انا اتكلم على الفلوس حقيقي. هتلاقي دول بيتكلفوا عنك، يبقى عندك كوبايه واحده وعمال تستعملها مثلا سنه مش وكسرتها بعد كده، كسرت منك مش قضيتنا دي اوكي. ولكن المشكله في حاجه، انت بتاثر على البيئه بتاعتك. هو انا لما يبقى عندي بلاستيك كابس كتير كده هعمل بيها ايه في الاخر؟ طيب بلاش البلاستيك كابس وهبتدي اعمل لها ريسايكل وتاثر في الانفايرمنت اللي حوالينا وتعمل ورم بتاع دوت، تاثر في بتاع دوت في درجات الحراره الحاجات دي كلها. هو انا البيبر دي مش البيبر دي بتيجي من الشجر اصلا في الاخر صح؟ اه طيب ما انا كده باذي البيئه بتاعتي. يعني هو فعليا مش حاجه لطيفه، يعني ايه انت قاعد في البيت ما تروحش تجيب كب بيبر عشان انا مش هقوم انضف حاجه؟ لا ليه ما تقوم تجيبه وهو واحد. عايز اقول لك ان فعليا لا صح واحد فيهم هو الجلاس اوكي، فيبقى انا ما اقدرش استعمل من ده كتير قوي لان انا كده بضر البيئه بتاعتي اوكي. فدي نقطه ثانيه بعيد عن الفلوس. ممكن واحد يقول لي اوكي انا معايا فلوس مش مشكله حرمي، لا بس انا فعليا بتكلم على ان انت لازم تحافظ، وده اللي احنا بنقوله بقى انك انت يميد انك انت ايه think about the environment اللي ساكن فيه اللي انت قصدي عايش فيه خلاص. تمام طيب الكلام ده هنلاقيه بيتطبق هنا. نجيب بقى ناس تانيين كده يا واحد، مين محمد ايه تبعنا يا جماعه؟ الناس اللي بتخش دي تبعنا ولا ايه حكايتهم؟ مش عارفه. حد من نوهان احمد، لا ثواني نجيب ولاد عشان انا عماله تطلع معايا بنات كتير.
كانوا كلهم في الاول ولاد دلوقتي كلهم بنات. شريف امام، شريف امام ايوه سكشن كام يا شريف؟ 21. ايه رايك يا امام في اللي قدامك دول؟ نتكلم عن الخشب. ايوه عشان ما بتوصلش حراره تمام. لو انت بتستير اي تايب اوف فود عندك في البيت على محطوط على النار ولا حاجه، او حتى حطيتها في حاجه مثلا بتشربها او كده، هتلاقي ان مفيش منها مشكله، مش هتوصل لك الايه الحراره على طول، صح؟ طيب فيها حاجه تانية؟ لو مثلا نزلت عن البلاستيك انها مش هتسيح برضه، يعني ممكن تستعملها البلاستيك عندها مشكله ما تقدرش تحطها في حاجه بتسخن هتتني منك وتبقى مشكله خلاص. طب واللي على اليمين الشمال ده خالص يا شريف؟ لا دي هتوصل حراره فمش هينفع مثلا اعمل ده. حلوه. طب لو انت هتاكل يا شريف تفضل مين؟ على حسب، لو مثلا في بيت هاكل بالمعدن. لا خلينا تفضل مش مشكله انت فين، انا دي بتاعتنا بقى بعد كده نقول لك انت في البيت ولا في الكليه ولا في حته. هاكل بالمعدن طبعا. هتاكل في انهي؟ اللي هي بالمعدن. المعدن خلي بالك ان المعدن دي كونسيدر ان هي اتس نوت مثلا سيلفر، اتس نوت سيلفر بليتد، اوكي اتس نوت جولد بليتد، ماشي. خلينا نقول ان دي ستانلس العادي اللي موجوده عندنا كلها اللي هي موجوده في اي مكان ستانلس ستيل، اوكي. فالستانلس ستيل ده اتس اوكي ان انا بالنسبه لي انا بحس ان هو احسن. كمان في حاجه ان انا فعليا بيتحمل ان انا مثلا لو جايبه لك نايف معموله من متل ونايف معموله من البلاستيك، لو جبت لك ستيك تقطعها هتلاقي ان البلاستيك دي بتروح عامله ايه؟ ممكن تتكسر منك. خلاص ما بتستحملش. طب هو في حاجه ثانيه، احنا فعليا برضو الابريشيشن اللي انت هتحسه لما حد يديك سبون زي دي طبعا بتاكيد المتل، عشان كده هم عملوا ايه؟ ابتدوا يعملوا بلاستيك وواخد كوت قريب من ميتاليك ايه؟ يديك شكل وشكل ومنظر المعالق اللي هي الستانلس. اوكي؟ يعني انت روح كده اي بيك ستور هتلاقي ان في سبونز موجوده او اللي تنسس دي كلها موجوده عباره عن بلاستيكس وواخده طبقه من كوت من ايه؟ من ميتال ستانلس. خلاص؟ يبقى احنا وصلنا في الاخر لحاجه، بغض النظر طبعا عن الاخشاب والحاجات دي كلها، الاخشاب ماشي مش هتاثر في حاجه وصحيه نسبيا عن البلاستيك وكل ده، احنا اصلا بلد ما عندناش وود كتير، احنا ما عندناش فورست. الخشب بتاعنا بنجيبه من بره، فانا ما اقدرش اعمل الكلام ده. ممكن في الستيتس، ممكن مثلا في اوروبا والحته دي عندهم، انا ما عنديش. وبالتالي بقت بالنسبه لي هتبقى غاليه ومشكله، بلس كمان ان هي مش لطيفه قوي انك قاعد تاكل بالايه بالخشب دي. طيب. وصلنا من هنا لحاجه واحده، انا طبعا بطلع لكم افكار مع بعضيكم كده، نيجي نقول الكلام ده هنعمل له سمري ازاي. ان انا بقول دلوقتي الكلام اللي احنا قلناه ده دلوقتي عباره عن ان انا عندي ديفرنت ماتيريالز، يعني عندها ديفرنت ستراكشرز، اوكي. كل ماتيريال ليها ستراكشر مختلف عن الثاني. لما اجي اتكلم عن الماتيريال عباره عن تو، عباره عن اتومز وبينهم بونز. لما اجي اتكلم على البوليمرز عباره عن موليكيولز، اوكي. لما اجي اتكلم على الوود عباره عن حاجه اسمها سيلولوز ولجنين وحاجات زي كده، اوكي. كل ما اختلف الاستراكشر بتختلف البروبرتيز بتاعه الماتيريال، تمام. طيب طالما دي اتنين دول مع بعض، في واحد ثالث اللي هو مين البروبرتيز البروسيسنج بتاعتها، اوكي. التكنيكس بتاعه الايه البروسيس بتاعها صنعها ازاي. لما اجي اتكلم الناس اللي خدت وود هتلاقي ان الوود بيتصنع بطريقه معينه، لما يجوا بعد شويه ياخدوا نتكلم على ميتال يلاقوا الميتال بيتكلم على حاجه ثانيه. يبقى طيب الثلاثه دول مع بعض اللي هم البيز دول اللي هو الترينجل اللي عندي ده بيز بتاع بيراميد. طب الاند توب بتاعته ايه؟ اللي هي البرفورمانس، صح. انا لما هستعمل اي واحده فيهم مش في مكانها المناسب والبروبرتيز بتاعتها مش مناسبه هتعملي بيرفورمانس سيء، زي ما اروح جايبه الكابل ستانلس ده واروح حاطه فيه هوت ووتر واديه مثلا لمين لتسنيم واقول لها امسكي تسنيم الكاب ده، طبعا شيء طبيعي مش هتقدر تمسكه. خلاص لما اجيب المعلقه اللي هي معموله من الستانلس واحطها في حاجه فيري هوت بتاع ده حاجه بتحصل لها اي بويلنج على الستوف بتاعي، فبص الاقي ان هي برده نفس الحكايه. طيب لما اجي اجيب الكاب البلاستيك واحط برده فيه هوت نفس المشكله. يبقى انا لازم اكونسيدر ايه الثلاث حاجات دول مع بعض، في ستراكشر مختلف، في بروسيسنج مختلف، في بروبرتيز مختلف، سوري في ستراكشر في بروسيسنج بروبرتيز في بروسيسنج، الثلاثه دول مع بعض يدوني الايه البرفورمانس بتاعي. خلي بالك ان في عندنا حاجه مهمه جدا وهنكررها كذا مره. انت كمهندس او يعني كبدايه مهندس لسه يعني يا دوبك هتبتدوا ان شاء الله، كبدايه كده حطها في دماغك ان انا اقدر استعمل مواد كتير عشان اعمل برودكت معين، انما انا هدفي دايما واحد اللي هو ايه؟ يو نيد انك تستخدم الحاجه اللي هي ابروبريتس، اوكي،
عندها البروبرتيز اللي انت عايزها عشان تديك البرفورمانس باعلى نسبه تقدر تعملها، يعني تديك الاداء اللي انت عايزه بنسبه عاليه جدا وفي نفس الوقت ويزين مينيمم كوست. خلاص، ما انا ممكن اعمل لك بالفعل حاجه اقول لك اوكي عايز حاجه ما تتاثرش وما تتاثرش بالانفايرمنتال ويز نوت هارمفول مع الهيلث بتاعتك، وحاجه شكلها شيك، طب اوكي هجيب لك معلقه واطليها ذهب. كلام طبعا مش طبيعي يعني، خلاص، لان ده مش تفكير المهندس. المهندس دايما تفكيره انك انت عندك كوست، اوكي الكوست ده ما يبقاش عالي قوي الا اذا كنت بتعمل حاجه يونيك. يعني افرض واحد عايز يعمل حاجه تحفه مثلا ما حصلتش قبل كده، خلاص دي حاجه واحد عايز يعمل، واحد عايز مصر يعمل معالق كده كلها من ده موحه كلها فضه، خلاص اوكي، ولكن مش هتبقى ايه، مش هتبقى حاجه بابليك، يعني مش كل الناس هتستعمل. خلاص، طيب يبقى احنا دلوقتي ده اللي احنا فهمناه، ده اللي انا قلته دلوقتي اللي احنا كل واحد فيكم جاوب فيه هو ده السمري بتاعه. طيب الايدنتيفيكيشن بتاعت الماتيريالز، احنا ايه كان ايه السبب؟ احنا دلوقتي يمكن بعضنا يمكن فاهم الكلام ده، اللي خد الماتيريال يمكن فاهم، اللي ما خدش برده هيفهم معايا. احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم على اي ماتيريالز، في كل ماتيريال ليها بروبرتيز مختلفه. طب البروبرتيز دي انواعها ايه؟ هل هي كلها حاجه واحده؟ متخيلين ايه انواع البروبرتيز اللي انتوا تقدروا تقولوها لي زي اساميها كده؟ اي حد يجاوب؟ لو مثلا التوصيل الحراري والكهربي، كويس ماشي ماشي لطيف. فاهمين تاني؟ الهاردنس. لا لا ما دخلتش من ده عليا ده بقى. خلاص انت تعرف هاردنس اصلا قبل ما تيجي الكليه؟ لا. حلو، انساها بقى، انساها دلوقتي بس. ها في تاني يا جماعه؟ الناس اللي ما خدتش ماتيريالز، انا عايزه السكشن اللي هي الايفن. ثواني كده. روان وليد، ممكن تكون مش مضره للبيئه. تمام، اتس اوكي. ها او ما بتتاثرش بالانفايرمنت اللي حواليها، صح؟ صح. تمام. او ممكن اعملها ريسايكلينج. طب ماشي، بس دي اتس نوت ا بروبرتي. اقول يا دكتور؟ اتفضل. ممكن تكون هي مور كومفورتبل لليوزر نفسه، هي ريحه اليوزر. لا بتكلم على البروبرتيز، ما بقولش دلوقتي بعمل ماتيريال سيلكشن، انا بقول دلوقتي ايه انواع البروبرتيز اللي انت بتتكلم عليها. ممكن نقول انها بتتكسر، سوليد كسرها. ممكن نقول سوليد الكسر او كده يكون ايه مالها؟ سهولة الكسر. ماشي، في حاجات بتتكسر، في حاجات ما بتتكسرش، في حاجات بتوصل حرارة، في حاجات ما بتوصلش، في حاجات لما ادالك في ايديك تبقى ايه؟ لايت ولا هيفي؟ صح؟ قابلية الاشتعال بتاعتها مثلا لو حصل حريقة او كده مثلا. طيب تمام، نوصل بقى بالراحة كده عشان انتوا ايه هتبتدوا تخرجوا بعيد عن ايه عن الموضوع. ماشي، نيجي عندنا اول حاجة، في حاجة اسمها فيزيكال بروبرتيز. فيزيكال بروبرتيز دي هتلاقيكوا عارفينها، يعني انا دلوقتي خلينا نقول انت مهندس اتخرجت، دخلت مثلا بيلدينج او سيفل انجينير، دخلت اركتكتشر، اقول لك كهرباء، وات ايفر انت دخلت اي ديسيبلين من دول. جيت مثلا بديك بنسلم مثلا بتاع مدني ده، فيها كومباوند خلصان وفي حاجته راكبه كلها، وجينا قلنا له يا باشمهندس خش مثلا اعمل تشيك على ابسط حاجه عندنا، على الحنفيات اللي موجوده في الايه في بتاع ده في الريست روم بتاعت الايه بتاعت الشقه دي. خلاص، الشيء الطبيعي هيفك اللي بتاع ده الخلاط ده وياخده يعمل فيه عشان يعرفوا ايه. في حاجات اسمها فيزيكال بروبرتيز، ابتدينا من الفيزيكال بروبرتيز دي كده بسيطه بالراحه جدا، ممكن اقدر ايدنتيفاي الحاجه اللي قدامي زي ايه. تعرفوا يعني ايه فيزيكال بروبرتيز؟ ما تعرفوش. عندنا حاجه اسمها الدنسي، عندنا حاجه اسمها الكالر، عندنا حاجه اسمها الميلتي بوينت. طب هو انا سؤال، وانا لما اديك حاجه اقول لك اعرف لي الماتيريال بتاعتها ايه، تاخدها تصهرها تعملها ميلتي او ولا لا؟ لا مستحيل مستحيل، لانك انت كده مش هتبقى موجوده، البرودكت هيبقى خلاص بقى ليك خلاص، فما ينفعش. طيب يبقى في حاجتين، كلر والدنسي. طيب الكلر ده هيفيدنا قوي في حاجتين، لو بتتكلم على حاجات بالذات الميتلز اقدر اقول لك بالالبلون بتاعتها خلاص، لان البوليمر انا اللي بعمل لها داينج، انا اللي بديها الوان، فما اقدرش يبقى عندي مشكله. الحاجات السيراميك برضو ديبندنج على هي حاجه ارتفيشال ولا حاجه ناتشر. خلاص، طيب يبقى انا عندي دلوقتي في فيزيكال بروبرتيز، يبقى انا لما اجي ايدنتيفاي اي ماتيريال اشوف انا هايدنتيفاي
by which property. اوكي لو قلت لك بالدنسي والكلر كده هتقولي انا ممسكت ده لقيته تقيل ولا ممسكت ده خفيف، وزنت ده وقدرت احسب الدنسي بتاعته مع الفوليوم، وزنت ده وقدرت احسب الدنسي بتاعته بالايه بالويت والفوليوم، قدرت اطلع الدنسي. فده تقريبا ده الومنيوم وده تقريبا مثلا السي، او باللون انا ده شايفه كذا وده شايفه كذا. اوكي طيب في عندنا بروبرتيز ثانيه كيميكال بروبرتيز، بس الكيميكال بروبرتيز دي ما تنفعش معايا وانا واقفه كده وواقفه عامل تشيك على حاجه او انسبكشن على حاجات. ده يونيد انك انت تو هاف اي تايم عشان تشوف مثلا تاثير اي كيميكال معين عليها، تشوف بيحصل لها اوكسايزنج ولا لا، تشوف بتتاثر بالانفايرمنت جيت راست ولا كده، يحصل لها كروجن. يعني عشان ادرس التاكل الكيميائي انا محتاجه وقت. خلاص طيب، وده برده هيضر بالحاجه. نيجي عندنا الثيرمال بروبرتيز. الثيرمال بروبرتيز لو انا اديتك سامبلز معموله من ميتال وسامبلز ثانيه معموله مثلا من بوليمر، هحط ايدي على دي واحط ايدي على دي. اللي قالته زميلتكم مش فاكره كان وان ولا مين في الاول، سنين اول، ان انا لما حطيت الحاجه في الستانلس ستيل وصلت الحراره بسرعه صح. لان انا لو جبت حاجه تعالى كده في درجه في الجو لما يبقى في الشتاء ودرجه الحراره مثلا حوالي 7 او 8 بالليل، حط حاجه بره محطوطه ميتال عندك على شباك ولا حاجه، هتحط الميتال تلاقي ديك ساقعه جدا عليه، تحس انه ساقع. حط اي حاجه ثانيه تحس ان هي اي مع مواد ثانيه تلاقي ان هي ايه ترانسفير بتاعتها للهيت ايه اقل، تاثرها بالجو اللي حواليها قليل. خلاص فده بيقول عندنا ايه ده بالنسبه للايه الكيميكال بروبرتس. الثيرمال بروبرتس عندنا في الحاجات اللي هي قلناها دلوقتي اللي هي توصيل الحراره، وان انا اقدر اقيس لها ثيرمال اكسبانشن، بس ده محتاج ان انا عشان اعمل الحكايه دي محتاجه لاب مخصوص عشان اعمل الكلام ده. لكن انا الثيرمال كوندكتيفيتي اقدر احسها بان انا ايه اشوف توصيل الحراره في الجزء ده ازاي. الالكتريكال بروبرتس سهله، انا اقدر اقيس الريزستنس بتاعتها للتيار الكهرباء، لو عندي افوميتر اقدر اقيس الريزستنس بتاعت اي حاجه قدامي. خلاص ولكن برضو في بعض الحالات ممكن ما يبقاش عندي الافوميتر ما اقدرش اقيس. اوكي طيب نيجي بعد كده الميكانيكال بروبرتيز، وغالبا الميكانيكال بروبرتيز دي هعمل لها ديلي للمحاضره الجايه، لان انا لازم ابقى محتاجاكم قدامي عشان تشوفوا حاجات معينه انا بتكلم عليها، والافضل ان انا اكون في الكليه ما اكونش في الايه في الاونلاين. هشوف النهارده لو جالنا وقت ان انا حتى ابتدي فيها وبكملها المره الجايه، بس مش هبتديها دلوقتي. الميكانيكال بروبرتيز دي الناس اللي خدت الورك شوب تقريبا ابتدت تفهمها. ايه الميكانيكال بروبرتيز دي؟ اللي هي الرد الفعل بتاع اي خامه عندي او اي معدن عندي تحت تاثير حاجات ميكانيكال، يعني في احمال في حاجات حطاها بتتصرف ازاي الماده بتاعتي. اوكي زي مثلا اللي قال مش عارفه ده لو وقع مني بيتكسر بسرعه، مش في ناس قالت ان القاب الجلاس بيتكسر بسرعه؟ لو هيقع مني هيتكسر، فلما يكون عندي اطفال صغيرين ما ادهمش الكاب بتاعهم معمول من بلاستيك، سوري ادولهم بلاستيك ما ادولهمش معمول من جلاس. اوكي فالميكانيكال بروبرتيز دي الرياكشن بتاع الماده بتاعتك تحت تاثير الايه اي حاجه ميكانيكال لوكس. خلاص الناس سكت خالص. اوكي تمام يا دكتور. انا الميكانيكال بروبرتيز بس هنعديها شويه، ان هي اساسا قايمه على فكره، او ممكن اقولها معاك وبعدين نبقى نراجع الحكايه دي تاني. الميكانيكال بروبرتيز دي ابسط حاجه، كلكم عندكم استك في البيت او حتى البنات عندهم الرابر باند اللي بيحطوه في شعرهم؟ اي حد عنده رابر باند زي اللي احنا عاملاه في الصوره ده عندكم زيه؟ ايوه استك. طب حلو قوي، ثبت صباع وشد الصباع الثاني بعيد، ايه اللي بيحصل في الاستك؟ يتمدد. يس. لا مش تمدد، بيتمط، بيحصل له الانجيشن، بيستطيل صح؟ صح؟ بيحصل له استطاله. أيوة. بيطول تمام؟ طب سيبه تاني، يعني ما تشدوش قوي على الاخر وسيبه تاني، هيحصل ايه؟ رجع صباعك تاني، هيحصل ايه؟ هيرجع هيرخي، هيرجع للطول الاصلي بتاعه. خلاص؟ دي حاجه لطيفه، يعني ايه؟ يعني احنا كل المواد عندنا فيها البيهيفير ده، عندنا حاجه اسمها الاستيك بيهيفير. ايه الاستيك بيهيفير؟ ان انا عندي لو في الفينجر ده وده بعت واحد فيهم عن التاني والرابر باند ماسك ما بين الاثنين، هيحصل اكستنشن كده خلاص، ولما اسيبه يرجعوا تاني، يعني ده بنقول عليه الاستيك فورس. خلاص طيب ثانيه واحده. معلش مكتب الكليه ما بيبطلش انا. فقلنا عندنا دلوقتي هنعمل ايه الحكايه دي ازاي؟ ان انا عندي بقول دلوقتي لو انا جبت الرابر باند ده وحاولت ابعدهم عن صوابعي عن بعضيها، بص ليه يحصل كده.
طب ايه بقى الكلام اللي الدكتوره بتقوله ده؟ نفهم اكتر. طيب خليني اقول حاجه لطيفه. لو جبت انا بقى رابر باند كبير تخين، سوري، لو انا شديت قوي الرابر باند لغايه الاخر ايه اللي هيحصل؟ شديت 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 بالزياده، ايه اللي هيحصل فيه؟ هيتقطع. هيتقطع، كويس جدا. طب لو انا جايب رابر باند رفيع، هل هتتخيلوا لو جبت رابر باند كروس سكشن بتاعه كبير يعني زي اللي قدامي ده عريض كده شويه، هل لو انا شديت ده نفس الفورس اللي اتكسر عندها اتقطع عندها الرفيع هي نفس الفورس اللي هيتقطع عندها الرابر باند اللي عنده ويتس كبير؟ اكيد لا. لا ليه بقى؟ عشان ده سميك اكتر. عشان الريزيستنج اريا حصل له هنا ايه؟ كروس سكشن ده هو قد الرفيع ده؟ بلاش ارسمها لكم عشان تفهم. يعني ده كده لو انا رسمت له وعملت له كروس سكشن قطعته كده وبصيت عليه هلاقي الكروس سكشن بتاعه كده. التاني ده لو بصيت على الكروس سكشن بتاعه هلاقيه رفيع كده. هل الاريا دي قد الاريا دي؟ لا طبعا. ده الاريا بتاعت ده وده الاريا بتاعت ده، كاني قطعته كده وببص فيه، وده هنا كاني قطعته كده وبقيس الاريا بتاعته. ده الويتس بتاعه كبير والسكنس بتاعه اكبر، ده الويتس بتاعه صغير والسكنس بتاعه صغير. الاريا اللي هنا نسميها ايه؟ سمول، والاريا دي نسميها ايه؟ ابر كيس. خلاص؟ طيب يبقى اللي كان الكروس سكشن بتاعه كبير هياخد فورس كبيره لو اتقطع عندها ولا لا؟ هيستحمل فورس كبيره؟ يس. يبقى ده هياخد فورس كبيره وده هياخد فورس صغير. طيب مش هما فروم ذا ميد فروم ذا سيم ماتيريال؟ تمام. صح؟ صح. حلو قوي. فقال لك حاجه، احنا هنعمل حاجه بقى عشان ما تجيش تقول لي ايه انا عندي رابر اتقطع عند ستريس فورس مقدارها قد كده، وانا اقول لك لا ده انا الرابر الباند اللي عندي اتقطع عند فورس 2 اكس من بتاعتك او 3 اكس مثلا. قالوا لك نعمل ايه؟ نعمل يونيفاين الحكايه دي. ازاي بقى؟ ان انا اريليت الفورس اللي اتقطع عندها على الكروس سكشن اريا بتاعتي. اوكي؟ والفورس الثانيه بتاعت الرابر باند الصغير على الكروس سكشن اريا بتاعته. يبقى مش دي كده كانها ريشيو بريليت الكلام ده لمين؟ للكروس سكشن اريا. هل يطلع في الاخر الريزلت بتاعتنا واحده ولا مش واحده؟ تبقى واحده. اللي هو بنسميه بقى ايه؟ الاسترانس بتاعت الماتيريال دي. خلاص؟ الفورس اللي اتكسر عندها دي الاسترانس بتاعتها، فورس اوفر اريا، فورس اوفر اريا طلع حاجه اسمها ستريس. اوكي؟ اللي هو عندي ده اللي اتكسر عندي. طيب نرجع بقى لحاجه ثانيه نكملها، معلش دي واحده. ده اللي انا كنت بقول عليه، خلاص؟ اللي هو الفورس اوفر اريا، هي دي حاجه اسمها ستريس. طب افترض ان انا جبت حته صغيره من هنا لهنا كده ادي شدتها، وجبت واحد تاني خدت الطول اللي هشده فيه طول اكبر. هل الطول اللي هيتقطع عنده الحته الصغيره هتبقى قد الحته الكبيره اللي هي كانت في الطول الكبير اللي عندي؟ سوري. خدت من ده حته سنتي وشدتها، وخدت من الرابر باند التاني اللي هو نفس الكروس سكشن بتاع ده حته طولها 10 سنتي وشدتها. هل الطول اللي هو 1 سم ده لما يكبر بقى مثلا نقول 3 سم، والداني اللي هنا لما طول ل 10 سم بقت 30 سم، هل هما الدلتا ال اللي فيهم واحده؟ ما اتفهمتش. ثاني، انا جبت حته رابر باند طوله كده ده 10 سم، وجبت رابر باند ثاني صغير، في رابر باند بقى صغير طوله بتاع ده انا قلت 10 سم، قلت 10 سنتي و1 سنتيمتر، تمام؟ ال1 سنتيمتر ده لما اشده لغايه قبل ما يتقطع هل هيوصل لطول كام؟ قلت 3 سنتي، صح؟ والتاني اللي كان 10 لغايه لما يتقطع وصل لغايه 30 سنتي. هل الدلتا ال قبل ما يتكسر كانت واحده في قبل ما يتقطع كانت قد بعض في الاثنين؟ ايوه كانت قد بعض في الاثنين. ازاي بقى؟ ان هي الفورس واحد كان 1 سنتيمتر بقى 3، الدلتا ال فيه كام؟ 2. حلو قوي. والتاني كان كان 10 وبقى 30 20. ده كده 20. افتكرت ان تمام. حلو. مين اللي قد بعض؟ اقول لك انا مين اللي قد بعض. لو انت قسمت 2 اوفر 1 وقسمت 20 اوفر ال 1، واحده ولا مش واحده؟ 20 اوفر 10 بقى مش 1. سوري 20 اوفر 10 الريشيو واحده ولا مش واحده؟ واحده. تمام. واحده بالظبط. يعني انا بالفعل طالما ان انا بتكلم على سيم ماتيريال وسام كروس سكشن اريا، خلاص، يبقى لما اجي اقيس الطول اللي زاد ولغايه ما اتكسر او اتقطع او كده الدلتا ال اللي فيه على الاوريجينال لانس هي الاثنين ريشيو واحده في الاثنين، في اللي فوق وفي اللي تحت. حد معترض؟ لا. تمام. حلو.
قال لك ليه كده؟ عشان يريحني. انا جيت شديت الرابر باند اللي كان عندي، كان رابر باند شكله مختلف وصغير ورفيع وقصير وكل حاجه، الاسترس والسترين بتوعه اللي اتكسر عندهم غير اللي كان الرابر باند اللي كان مثلا عند زياد، كان عنده كروس سكشن اريا كبير واللنس بتاعه كبير ماشي، فالحاجات اتغيرت واضحه. ولكن في الاخر هلاقي ان الاسترس اللي اتكسر عنده واحد، الفورس اوفر اريا بتاعته واحد، الدلتا ال على ال اللي هي حاجه اسمها سترين بيرسنت واحد. خلاص ده بقى الحاجه بتاعت بدايه الميكانيكال بروبس. ايه الميكانيكال بروبس دي؟ يعني احنا متفقين ان احنا لما نكون بندرس حاجه في حاجه ثابته وفي حاجه بتتغير. خلاص مثبته صباعي وباثر بايه، ببعد صباعي عن التاني، بعمل سترين ببعدهم عن بعض، في طول بيزيد في الرابر باند خلاص برجعه تاني بيرجع، اللي هو ايه بقى ده؟ عندنا الهوريزونتال اكسس ده بنسميه سترين او الاكس اكسس، الواي اكسس بنسميه ستريس. لو جيت درست العلاقه اللي هي بتاعه الرابر باند اشد واسيبه يرجع تاني، دي بنسميها عندي الاستيك زون. اوكي الحته دي هي اسمها الاستيك زون. معايا؟ يعني انا لغايه هنا لو انا سبت الرابر باند يرجع تاني يس. طيب اوكي لو انا جيت كملت وشديت بالزياده ايه اللي يحصل عندي؟ تقطع. لا لسه مش هيتقطع، اقول لك بقى لو انا جيت شديت هيبتدي. لا سيبنا بقى من رابر باند، هي مش كلها ماتيريالز، خلينا نتكلم لو انا بعمل الكلام ده في متر، ابص الاقي في حد معين الماده بتاعتي بتقدر تتشكل فيه. يعني ايه تتشكل فيه؟ فاكرين البنش اللي انتوا قاعدين عليه في الكليه؟ البنش اللي بتقعدوا فيه في المدرج الكبير. تمام حضرتك. ده عباره عن ايه؟ عن وود خشب وتحت، وتحت ميتال. ميتال ها؟ ميتال. ميتال عباره عن شكله عامل ازاي؟ استواني. هل هو حاجه عدله ولا متنيه بزاويه؟ لا واخده كيرفات. حلو جدا، كويس قوي. طيب هو بتاع الماسوره اللي واخده الزاويه دي هو ما بترجعش ليه؟ مش المفروض ان انا بقول عند حمل معين واسيبها وترجع؟ اقول لك حاجه، ان انا الماسوره بتاعتي دي لما انا جيت اشكلها شكلتها في انهي منطقه؟ بعد المنطقه بتاعت الالاستيك زون دي، شكلتها في منطقه اسمها ايه؟ بلاستيك ديفورميشن زون، اللي هي المنطقه دي. طب المنطقه دي بدايتها فين؟ بعد اخر نقطه عندي في الالاستيك ديفورميشن زون ده للتبسيط بس. في عندي نقطه اسمها ييلد سترانس او ييلد ستريس ماشي؟ النقطه دي لما انا بعديها يعني انا بضغط على الحاجه او بتني الحاجه ولكن عديت النقطه دي، لو عديت النقطه دي الماسوره بتاعتك ما ترجعش، شكلها يفضل ثابت. وصلت ولا لسه؟ بلاش اللي عنده تكييف، الصندوق اللي فيه الموتور بتاع التكييف والحاجات دي كلها اللي هو بيبقى بره في الشارع، مش بيبقى فيه جسم كده معمول من شيت عامل زي الصندوق؟ تمام. الشيت ده كان عباره عن حاجه زي ورقه مفروده كده، ايه اللي خلاه بقى مربع كده؟ ايه اللي خلاه بقى واخد شكل قصدي كيوب كده؟ التنى لغايه ما تنينا الحاجات دي صح؟ لما تنينا الشيت ده ما رجعش تاني. اوكي؟ فاحنا في عندنا حاجتين، هل هتقول لي كل المواد بالفعل كل المواد اللي عندنا هيبقى عندها بيهيفير مختلف عن بعضيها، ولكن الحته بتاعت الالاستيك كلها زي بعضها بتروح وترجع تاني. خلاص؟ لو في بلاستيك يبقى هي البيهيفير بتاع المواد كلها زي بعض. اول ما اخش في المنطقه اللي هي بأثر فيها بيرمنتلي على الماده ما ترجعش تاني. طيب خلينا نفهم الحته دي، يعني بلاستيك فورميشن زون دي بنستعملها امتى؟ اما اجي اقعد على البنش اقوم اتنيه، هو ده اللي بيحصل؟ لا طبعا. تقعدوا 10 على البنش، البنش الرجل بتاعته بتتني؟ لا 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 انا في الاستيك زون. لما بنركب الاليفيتور الروب بتاع الاسانسير اللي هو الحبل اللي بيرفع الاسانسير ده مكتوب عليه مثلا ما يركبوش الا 6 ركبوا 10 باي ميستيك، يعني الروب ده لا هو المفروض يعني بلاش عشان ما تلخبطش، ركبوا ال 600 ال 600 كيلو اللي هم كاتبينهم دول، يحصل ان الروب بتاعي ده يحصل له مشكله ويتقطع؟ لا ما بتقطعش. طيب كويس قوي، يعني احنا مقتنعين بحاجه ان احنا الكوبري اللي احنا راكبين عليه وعليه عربيات وما شاء الله عندنا دايما راش اور فيه عربيات في ترافيك كتير عاليه، اوكي العربيات مرصوصه على الكوبري، الكوبري ده بعد شويه بيروح واقع من هنا او شكله بيتغير او الاعمده بتاعته تبتدي ارتفاعها يقل او حاجه؟ لا ما بيحصلش. كويس، يبقى احنا كلنا كل استخداماتنا في الحياه بتاعتنا العاديه وانت ماسك القلم بتاعك وبتكتب وبتضغط بتكتب على السن كده، بتكتب بالسن على البيبر تمام، السن بتاع القلم ما بيتنيش الا اذا انت تعمدت، يبقى انت عملت بيرمن ديفورميشن في القلم بتاعك صح.
يعني معنى كده احنا عندنا في الريجولار يوز بتاع اي حاجه او الطريقه الايديال ميثود عشان تستعمل اي منتج انت السيل في منطقه مين؟ الالاستيك ديفورميشن زون، اللي هي ايه؟ قعدت على الكرسي وقمت الكرسي ما حصلش فيه اي ديفورميشن، الرجلين بتاعته ما اتغيرتش، كل الحاجات زي ما هي ثابته. خلاص؟ طيب لو انا عديت ودخلت هنا، دي بتاعت مين بقى؟ دي بتاعت الشخص اللي بيصنع. الشخص اللي انا بالتكنيشن اللي عندي في الورك شوب او التكنيشن اللي موجود في مصنع او في حاجه، بديله الماسوره اللي كنت بقول عليها دي واقول له اتنيها لي بزاويه 90 ديجري او 120 او اي حاجه، هو يعملها وياثر عليها بستريسز عاليه بحيث ان يحصل فيها ايه؟ بيرمنت ديفورميشن. خلاص؟ طب هي كل المواد عندنا او كل الحاجات تنفع كلها عندها بيرمنت ديفورميشن؟ اقول لك لا مش كلها. خلاص؟ ده انت في مواد عندك ما عندهاش الا المنطقه الالاستيك دي وبعديها بتتكسر. وفي مواد عندها منطقه البلاستيك فورميشن دي وبعديها تكمل تاني المنطقه اسمها ايه؟ الفراكشر. اللي هي بيبتدي الماده تضعف، يعني ايه؟ زي واحد ماشي في الشارع مثلا واتخبط في حاجه او اتكعبل فنزل على ايديه، فايديه فيها شرخ او فيها فراكشر بسيط. بس هو دراعه لسه ماسك فيه عادي، ما حصلش حاجه لا قدر الله يعني. اوكي؟ فستيل انك هو كونكت، اتس نوت جيت تو بارتس، لو جيت تو بارتس بقى فراكشر. هنا عندي الماده ستيل كونكت بس بقت ويك مش قادره تشيل. الشخص اللي ايديه ده فيها فراكشر فيها بسيط كده مش هيقدر فيها، سوري يعني زي كراك بسيط في ايديه او في العظم بتاعه، في شرخ بسيط فيها مش كسر. اوكي؟ يقدر ايديه ماشيه عادي بس ما يقدرش اديله حاجه يشيلها. فاحنا عندنا الماده لو وصلت للشكل ده، دي النقطه اللي بنسميها عندنا السترنس بتاعت الماده او التيميت تنسايل سترنس او الماكسيموم ستريس الماده تقدر تشيله، بعديه بقت ضعيفه جدا وهتنهار. واضح كده؟ نوقف دقيقة كده عشان ممكن الناس تكون فصلت مني يعني. محاضرة يا دكتور. الناس اللي مفتوح لها المايك، شاهد، شريف، تسنيم. تمام يا دكتور. محاضرة يا دكتور. صحيحين ولا نمت؟ ولا مشيت؟ زياد أيمن. روبرت سيكشن كمان أفكر. أيوة دكتور تمام. أنت معايا لسه روبرت؟ روبرت بيقول إن هو سيكشن 20. سيكشن روبرت إيه أنا نسيت أكتبه. روبرت ريموند. مش مشكلة أنا مش عايش فيها قدامي للأسف، اسمه راح قدامي. تمام؟ يوستينا مين عاملها انهولد؟ يوستينا أنا فتحت لك أحس أنا معرفش معمولة انهولد ليه. واضحة كده؟ أنا عايزة الناس بالذات اللي ماخدوش الماتيريال هما اللي يبقوا فاهمين أكتر من اللي خدوا. دكتور المنطقة سي اسمها إيه تاني؟ فراكشر أو ناكينج زون. بص على فكره انت بالنسبه لك كمهندس، خليني اقول انا ميكانيكال انجينير، خلاص انا طبعا مش ميكانيكال انجينير، ماتيريال ساينس اصلا انجينير. اوكي؟ سوري انا ميكانيكال انجينير برودكشن، انا التخصص بتاعي بروفيسور في ماتيريال ساينس. يعني اما اجي اتكلم على الماده بتاعتنا اقول انا عندي منطقتين مسموح ان انا اتعامل بيهم، منطقه استخدامي ليها اوكي الديليوز بتاعك في اي برودكت عندك انت في المنطقه دي، بل انت مش فوق انت هنا تحت. يعني عشان كده لما اقول لك لما الاسانسير يكتب عليه ان هو الالاود ويت مثلا ماكسيمم 600 كيلو جرام، المفروض ان انا ما اوصلش لل 600. خلاص؟ اوكي؟ ال 600 دي المفروض فين؟ هنا. تديني ستريس هنا، ما تدينيش فوق. اقول لك على حاجه لطيفه اكتر، هو فعليا ما بيعملش ديزاين على 600. بيعمل على كام؟ 1000 مثلا. بالظبط. بيعمل ليه بقى؟ ايوه بس ما بيقولكش كده. خلاص؟ بيستعمل حاجه اسمها سيفتي فاكتور. اوكي؟ الحاجات اللي هي استاتيك، الحاجات اللي ثابته واقفه في مكانها ما عنديش فيها مشكله. يعني كرسي احنا عاملينه، خلاص؟ الكرسي ده معمول عشان واحد يقعد مثلا ماكسيمم وزنه 100 كيلو مثلا. طب جه واحد 120 قاعد على الكرسي، هو احنا هنوزنه كل ما يجي يقعد؟ لا طبعا. خلاص؟ فاحنا اوكي، طب افرض جه واحد 150. فرضا ان اللي عمل الكرسي ده ما حطش في اعتباره انه ممكن يبقى فيه حد اوفر ويتد يقعد عليه. الكرسي ده هيحصل له ايه؟ هيتكسر هيروح للمرحله الثانيه. الراجل هيحصل له ايه اللي قاعد؟ هيفلع فلو. خلاص؟ طب لو بتعمل طياره، لو بتعمل حاجات في ميلتري ابلكيشن بقت مشكله، بقت ريسك. لو عامل حاجه فيها قطر مثلا ماشي على ايه؟ على الريلز بتاعته او كده، ها مشكله. لو عامل عربيه حاجه فيها لايفز بتاعت ناس، حاجه فيها كريتيكال، دي بنسميها كريتيكال ابلكيشن، زود السيفتي فاكتور. خلاص؟ يعني ايه السيفتي فاكتور؟ يعني انا مثلا لو انا عامله حسابي انك تيجي تقعد هنا على الكرسي ده 100 كيلو،
انا ادي نفسي رينج مثلا اوصلها لغايه ايه 200 كيلو. الاليفيتور مثلا 600 دي هعمل حسابي انهم مثلا ساي 1000، وما اقولش للكاستمر بتاعي كده، بالعكس دايما احذره. يعني هقول لكم على مثال لطيف، احنا عندنا ماشينز في الورشه مثلا، او عندنا مكبس او هامر والحاجات اللي هتشوفوها عندنا بعد كده ليها فول كاباسيتي معينه. انا بقول للتكنيشن يو دونت نيد انك تريتش الايه الماكسيمم كاباسيتي بتاعتها، عشان الحاجات الهيدروليك والحاجات دي هتتاثر. هو مش هيحصل مشكله لو وصل الماكسيمم للكاباسيتي بتاعتها لو مره، اوكي، لكن لو عمل الحكايه دي كذا مره هتاثر في حاجات كتير في السيستم بتاعي، وتعمل ليكج وتعمل مشاكل وتبوظ الايه الاكويبمنت دي كلها. خلاص، فاحنا تاني بناكد على حته ان انت استخدامك كله في المنطقه دي وفي حته تحت. لو استخدمت فوق هتبقى قريب من دي، هتبقى قريب في المنطقه اللي بقت كريتيكال، بتبتدي تعمل بيرمنت ديفورميشن في المنتج بتاعك. اللي بيصنع لو هو بيصنع بطريقه اسمها فورمينج بروسيس زي اللي هقولها لكم بعد كده، هنلاقي ان انا لازم اعدي المنطقه بتاعه الايه اللاست دي واخش في منطقه البلاستيك ديفورميشن. بس استعمل هنا لا، انا اخري على الراوند الاريا دي، ما اخشش هنا لان هنا هتدخلني على منطقه الايه فرش. تمام؟ طيب الكلام اللي الدكتوره دي عماله تقوله ايه وجع الدماغ الكتير ده، خلينا نفهم بالراحه. وانا ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان دلوقتي انا لما اجي ابلاي اي ستريس او اي لود على اي منتج بعمله عندي، انا محتاجه ايه؟ محتاجه اعرف الجدول بتاعي، محتاجه اعرف ايه الكاركترستيك بتاعت الماتيريال بتاعتي دي. زي انت مثلا فلان ده طويل، لا فلان ده قصير، انا بفرق معايا في ايه طويل ولا قصير. الطويل ده لو احنا بنوقفين على المكنه بنشوفها او حاجه هقوله بعد اذنك ارجع ورا. خلاص؟ ده مش قادر مثلا ايه ده مش قادر، ما عندوش انرجي عاليه، وده عنده يعني يستحمل يقدر يعني اقول له مثلا روح اعمل حاجه دي ويرجع ويقدر يشيل لود كبير ويستحمل عادي. انا بستخدم عندي الكيرفات دي للمواد المختلفه عشان اجي اقول للشخص اللي هيصنع اقول له انت هتصنع بعد ستريس مقداره كذا، عشان انت جايبه لك مثلا الومنيوم، لا ده انا مدياك ستيل. خلاص؟ واقول للديزاينر بتاعي افتكر انك انت الماكسيموم حاجه الليميت بتاعك بتاع ده اللاستيك ليميت عند قيمه مثلا اكس اماونت، يريد انك انت تبقى لاس عن الاكس دي توصل مثلا لهاف الاكس ما تزيدش عنها. خلاص؟ فانا دايما محتاجه الكلام ده عشان التصنيع. طب وايه تاني؟ اقول لك على حاجه لطيفه، ده طبعا الكلام اللي انا كنت بقوله، الام دي اللي هي بنسميها عندنا الالتيميت تنسايل سترينث، او اللي هي السترينث بتاعت الماده اللي هي بعديها الماده هتحصل لها فين. ادي ده اللي كنت بقوله، عند دي ابتدت تحصل فيها بيرمان ديفورميشن بالشكل ده وابتدت تضعف ما تقدرش تشيل احمال، لكن عند دي هتنفصل حتتين. خلاص؟ طيب ادي هنا عندي الحته الالاستيك، ادي هنا عندنا الحته بتاعت الهيل، ادي دي بلاستيك فورميشن زون، وادي النيكنج او فراكشر زون. خلاص؟ طيب في عندنا اللي كنت قلته من شويه، هي مش الماده دي لغايه لما اتكسرت وصلت عند الطول بتاعها دلتا ال على ال، ال الاوريجينال. طب الدلتا ال على ال دي سميناها الفراكشر سترين. ليه سميناها فراكشر سترين؟ في مواد بتتكسر عند نسبه فراكشر سترين مثلا 20%، في حاجات بتنكسر عند 100% بتتقطع عندها 100% البوليمرز والحاجات دي كلها، في حاجات ما بتوصلش 1%. ده معنى كده ان المواد مختلفه. اه مواد مختلفه. ده هنا ازاي بيقول لك الاستريس بيتقاس ازاي؟ هو نيوتن اوفر بتاع اليونتس بتاعته نيوتن اوفر مليمتر سكوير، او اللي هي بنسميها ميجا باسكال. السترين يونت لس ما عندوش يونتس، لان هو لانس على اوفر لانس. طيب طبعا طريقه الديفورميشن اللي بتحصل في المواد عموما او بالذات في الحاجات الميتالز بشبهها بايه؟ كان عندي تو بولز زي كده اللي هم الاتوم والاتوم وبينهم سبرينج، لما اجي اشد دي فيقوم السبرينج يحصل له انيوجيشن معايا بس عند ستريس معين. طب لو انا زودت لا السبرينج ده هيحصل فيه الانيوجيشن بزياده مش هيرجع. طيب عمليه الديفورميشن البلاستيك ده بيحصل ازاي؟ اللي هو ازاي الحاجه تبقى بيرمنتلي بالذات في الميتال؟ عارفين كانك راصص ورق كده بتاع ايه كوتشينه او الحاجات اللي هي زي بتاعت الطاوله والحاجات دي مرصوصين كده وخبطتهم فيحصل لهم سلايدنج على بعضهم. اوكي دي شكل الفراكشر ان هم يجت تو اسمه لجزئين يعني تبقى تو بارتس زي كده. خلاص؟ طيب لو انا قلت الكيرفات اللي قدامكم دي كيرفز، يعني بس انا عايزه حد سكشن مثلا 19 سكشن مثلا لا سوري ده 19 هم اللي خدوا سكشن 18 يبقى روان وليد سكشن روبرت ابانوف سكشن كام؟ نجيب حد تاني. انا فتحت يوستينا، يوستينا سكشن كام يا يوستينا؟ يوستينا سامعاني؟ ايوه حضرتك سامعاني؟ سكشن كام يا يوستينا؟ 17. لا خدتي مش عايزاكي. طيب روان وليد
ايوه وزياد ايمن على فكره. هل سؤالي يا روان لو انت شايفه الفور كيرفز اللي قدامي دول؟ اه شايفاهم. حلو قوي. هل كل الكيرفز دول عندهم الثلاثه زون اللي انا اتكلمت عليهم من شويه؟ او يا روان لا 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 صح لا. حلو. في حد عنده منطقه واحده؟ اه مين؟ الازرق. برافو. طيب في حد عنده 3 زونز اللي قلت عليهم؟ الاخضر والموف. لا لا بس اهدي خلينا في الجرين بس. تمام. طيب روان بتقول صح، بتقول لو انا جيت بصيت لي ده عباره عن حاجه عندها الاستيك وبعد كده حصل لها فيليا، حصل لها فراكشن. ده زي ايه؟ زي الجلاس. الجلاس بالفعل هو عم بيتعامل الاستيكلي او في العادي، وبعد كده اول ما اوصل لاكستريس معين بيتكسر، ما عندوش ديفورميشن. ما اقدرش اجيب حته ازاز واقول لك هتنيها في روم تمبرتشر هتتكسر. خلاص؟ هو عنده سترينث اه عاليه بالشكل ده، ولكن ما عندوش ايه؟ ما عندوش ايه؟ الحته بتاعت البلاستيك ديفورميشن. تعالى هنا عندنا هنلاقي الاستيك بلاستيك فراكشر. طيب عمر ايمن، لا مش عمر ايمن، زياد ايمن قصدي. ايوه دكتور زياد. لو انا قلت لك يا زياد دلوقتي قول لي بالنسبه للكيرف اللي هو مين فيهم عنده اعلى ييلد سترانس اللي هو البلاستيك اللي هو مين اعلى ييلد اعلى ييلد سترانس اعلى ييلد سترانس؟ قول لي لون البيربل. زياد انت سامعني يا زياد بتقول ايه؟ تعرف مين على قوه صح؟ لا. شايف دي؟ اه هي دي اللي بتكلم عليها. تمام. يبقى الازرق تاني. الازرق ما عندوش بلاستيك ديفورميشن اصلا. مين بقى؟ على فكره الحاجات اللي بسالكم فيها دي هي دي الطريقه اللي هتجاوبوا فيها في الايه في الريبورت اللي بيتعمل لكم، الريبورتس اللي هتتعمل. ها على يلد ستريس. ايوه عند مين؟ يبقى الاحمر. برافو. لان البلو ما عندوش. طب هو الاحمر عنده كام زون؟ 2. فين الثانيه؟ كبيره ولا صغيره؟ صغيره خالص. حلو قوي. سؤال بقى، هو انا لو عندي ميتال بالشكل بتاع الاحمر هينفع اعمله فورمنج اتنيه كده؟ لا هيتكسر. يبقى انا دلوقتي بيهمني الكيرفز دي ليه؟ بيجي لي مثلا بتكلم على سبيكه معينه، بتكلم مثلا على الالومنيوم، بتكلم بلاش بتكلم على الستيل، جايبه ستيل بنسب كربون مختلفه هتعرفوا ايه معاها حالا الستيل ده هو ايه؟ سبايك مختلفه منه وحطيت الكيرفز بتاعتهم لقيتهم بالشكل ده قدامي مثلا يعني مثلا. خلاص؟ فلاقيه او الالويز بتاعت الايه؟ الفيرس الويز مختلفه وجايباهم قدامي بالشكل ده، شيل البيربل بس منهم ونتكلم عادي. دكتور معلش سؤال. نعم حضرتك كنت بتقولي ستريس ولا سترينس؟ لا ييلد سترينس. تمام خلاص. طب قول دلوقتي عندنا لما اجي اتكلم اجي اقول دلوقتي انا عايز اعرف مين فيهم اقدر اعمله عمليه ديفورميشن، بالتاكيد البلو ده عايزني مش هيبقى موجود، الاحمر اللي زي ده مش هينفع، ولكن الجرين ينفع صح؟ لان الجرين فيه انف بلاستيك ديفورميشن اريا كبيره. هنا ما عندوش، ده مش هيستحمل وده ملوش اصلا حاجه. اوكي سيبنا بقى من البلاستيك ايه الحاجات البلاستيك. طب مين عنده اكبر الونجيشن؟ يعني ايه اكبر الونجيشن؟ روبرت مش عارف يخش تاني صح؟ لكن في عندنا في حد تاني 18 وين؟ كريستينا قالت لي لا دي واحده. مين عنده اكبر الونجيشن؟ يعني الفراكشر ستريم بتاعه كبير. روان روان الثانيه روان عندنا اثنين روان او تسنيم روان يوسف. ها اي دكتور مين اللي عنده الماكسيمم دكتلت اللي عنده الانجيشن كبيره يعني الفراكشر سترين بتاعه كبير؟ الاخضر. لا بصي يا روان روان ولا انا روان روان مش تسنيم. ماشي بصي روان لو انا جيت هنا ده على فكره اكستندد كده قدام مين اللي هيبقى عنده اكبر فراكشر سترين؟ جه لغايه هنا كده البيربل صح. البيربل عنده الماكسيمم ايه فراكشر سترين، يعني معنى كده عنده ماكسيمم مين؟ عنده ايه؟ عنده مين دي؟ ثاني هو انا اللي بشاور عليها دي. دكتلتي عنده دكتلتي.
خلاص. فكل ما الفراكشر سترين بتاع الماده كان كبير كل ما كان عندها داكتريتي، يعني انا اقدر بالفعل اتعامل معاها واتني فيها واشكل فيها من غير ما يحصل مشكله، هيبقى عندي فيها مزايا. خلاص طيب، يبقى الكيرفز دي لما تبقى قدامي انا هقدر اطلع بثلاث اربع بروبرتيز. ايه هما؟ اول حاجه هعرف اذا كانت الماده دي عندها سترينث كام. خلاص طبعا انا مش هشكل عند اي سترينث، بس ابقى عارف اعرف اليلد سترينث بتاعتها اذا كان عندها يلد سترينث. اوكي، اقدر اعرف اذا كان عندها الاستيك ديفورميشن وبلاستيك ديفورميشن ولا لا، عندها بلاستيك ديفورميشن زون كبيره ولا عندها بلاستيك ديفورميشن صغيره زي دي، اقدر اعرف عندها فراكشر سترين ولا لا. اوكي، طب ايه الحاجات الثانيه اللي اقدر اعرفها؟ لو انا جبت التو كيرفز دول يا تسنيم، تسنيم ايوه يا دكتور، التو كيرفز اللي قدامي دول اللي هو الريد والبلو، تمام؟ التو كيرفز دول واحد مكتوب عليه دكتور والثاني مكتوب عليه بريتل، ده حقيقي. البريتل اللي هو الحاجه اللي عندها فريشر سترين صغيره، والدكتور اللي هي عندها فريشر سترين لغايه سي برايم، صح؟ اما البريتل اللي عنده لغايه سي بس. اوكي، يعني لو جيت هنا بصيت على الهوريزونتال اكسيس او الاكس اكسيس هلاقي ان انا هنا ريتش سي، هنا ريتش سي برايم، الفراكشر سترين هنا قيمته كبيره، الفراكشر سترين هنا صغير، ده عنده داكتيليتي قليله، ده عنده داكتيليتي كبيره، صح كده؟ صح تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي البروبرس اللي كانت مكتوبه قدامنا قدرنا نعرف منها جزء. ايه بقى الزياده الثانيه؟ حاجه اسمها التفنس. والتفنس دي لو مش متخيلين بالتاكيد انتوا في البيت عندكم في شبابيك، صح ولا ما في عندكوش شبابيك؟ عندكم وينز ولا ما عندكوش؟ حلو قوي، هاتي كده اي شباك فيه وبصي عليه كده في ازاز. اوكي، تخيلي ان نفس المساحه بتاعه الجلاس ده لاي واحده تانية ضرفه تانية منهم انا حطيت فيها جلاس، والتانية حطيت فيها بلاستيك زي اللي انتوا شفتوه في الورشه او زي اللي هتشوفوه بعد كده، والثالثه جبت فيها سيكنس اقل كمان بس معمول مثلا من شيت المنيوم. اوكي، وجيت الثلاثه دول وقفت على مسافه واحده من الشباك بتاعي ده وماسكه كوره، الكوره دي وزنها مثلا نص كيلو. اوكي، وجيت حذفتها في نص الايه كل واحد فيه، ايه المفروض رد الفعل اللي هشوفه؟ نجيب بقى حد بعيد عننا، شريف امام او يوستينا. يوستين ايه اللي يحصل يوستين؟ يس يعني يحصل. هو الازاز اكتر حاجه بريتل، فاعتقد ان الازازه يعني اكتر حاجه تتكسر. كلمه بريتل دي يعني معناها بياخد انرجي قليله عشان يحصل له فراكشر، يعني مع اقل حاجه كده اعملها فيه يتكسر خلاص زي الجلاس. طيب والبوليمر او البلاستيك يعني ما اعتقدش انه هيتاثر جامد، يعني ممكن مثلا يتخدش او حاجه، يحصل فيه كده كراك، يحصل فيه قطع بسيط على حسب نوعه. تمام، طيب الالومنيوم هو مش هيتاثر، لكن هو ممكن يعني كهو عشان سير خفيفه كده يعمل علامه مكان البول اللي انا حذفتها، صح؟ اي حد يقدر يجرب على فكره الحكايه دي. اوكي، طب وانا ايه الكلام اللي بقوله ده؟ الكلام اللي بقوله ده حاجه اسمها فراكشر تفنس. طب واحنا هنا بنتكلم في الكيرفز دي على فراكشر تفنس؟ لا، انا ما اقدرش اقيسها على فكره من الكيرف اللي قدامي، ولكن اقدر اتعامل معاها كواليتيتيف. يعني ايه؟ يعني اقدر اقدرها، اقدر اعمل لها ايه استيميشن، ان انا اقول ان مثلا الكيرف اللي هو الريد ده اقدر اقول لكم انه عنده تفنس كبير، الكيرف البلو ده ما عندوش. عرفتها ازاي؟ ده هنا مش خد فراكشر سترين كبير أو ولا لا؟ حلو قوي، وعنده سترينث عاليه ولا قليله؟ معقوله يعني، صح؟ تمام؟ تمام ايوه. ده عنده فراكشر سترين كبير ولا صغير؟ ها؟ طب دكتور بعد اذنك انا مش متاكده انا فاهمه معنى فراكشر سترين صح ولا لا؟ خليكي معايا، خليكي معايا وانا فاهم. اللي هي البريتل ده عنده فراكشر سترين كبير ولا صغير؟ يعني كسر عن طول كبير ونسبته كبيره ولا صغيره؟ صغير. صغير صح، لما قلنا الجلاس اتكسر على طول ده ما عندوش فراكشر سترين، السترين بتاعه 1% حاجه قليله جدا مش كبير. طيب ايه بقى حكايه الفراكشر تفنس دي؟ قال لك الفراكشر تفنس هي عباره عن ريزلت او اوتبوت بتاع حاجتين مع بعض. ايه هما؟ ان الماده يكون عندها داكتيليتي بلس يكون عندها ريزنبل ايه سترينث. ما تتكلمش على السيراميك وتقول لي عنده سترينث عاليه فهو يبقى ما يبقاش عنده تفنس، ما عندوش تفنس. الكيرف الاري اندر ذا كيرف بتاعه الريد اكبر ولا بتاعه البلو؟ بتاعه الريد. الريد طبعا. حلو، فانا بقى كانديكيشن لو قدامي مجموعه كيرف زي اللي قدامي دول مين اكبر واحد عنده اري اندر ذا كيرف؟ الجرين. الجرين. البلو ما ينفعش، البلو لو نزلت كده بخط الاقي الاريا بتاعته صغير، البيربل ده
عنده ductility بس ما عندوش strength. اوكي احسن واحد فيهم اللي هو لو انا بصت في القدامي دول مين؟ الجرين. هتقولي ايه بقى؟ طب انا ما فهمت ايه بالطفنس. عارفين لما بيجوا يعملوا المصدات بتاعه الترينز والحاجات اللي زي كده ما يكون عندي مثلا حاجه بعملها مثال مثلا اللي هتشوفوها معايا بعد كده، في عندنا حاجه بنحطها ونحط عليها الميتال ونعمل عليها هامرنج. اوكي التول اللي انا بعمل بيه هامرنج ده عايزاه يبقى طف. يعني ايه طف؟ عنده طفنس عاليه. نقفل المايك اللي عنده نويز ده. في حد عنده نويز عاليه وفاتح المايك؟ اوكي الحاجات اللي انا بعمل عليها هامرنج دي اوكي او الهامر اللي في ايديا دي بتتعرض للصدمات، ما ينفعش اعملها من مثلا حاجه زي الكاس ايرون. الكاس ايرون على فكره قريب قوي من الشكل بتاع الكيرف اللي احنا شايفينه ده، ده ما عندوش طفنس عاليه، ما يستحملش الايه بتاع ده الخبطات او السادن لودز عليه. اوكي الحاجات اللي هي محتاجه تتحمل سادن لودز او تتحمل حاجات مفاجاه احمال عليها مفاجاه بتبقى محتاجه يبقى عندها طفنس. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان لما اجي بعد كذا ورشه او بعد كذا محاضره وانزلك الورك شوب وتشوف عندي ان في تول والتول ده بيجي يقطع في الخامات بتاعتي وبيصطدم معاها فجاه وكده، لازم تبقى فاهم ان التول ده لازم يبقى طف. طف يعني ايه؟ يعني يقدر يستحمل الصدمات اللي ايه بتتعرض. خلاص؟ طيب الكلام ده طبعا ليه ابلكيشنز كتير جدا، ولكن انا مش عايز صعب عليكم الموضوع. انا برده مش عايز اخدكم قوي ناحيه الماتيريالز لاني مش هخلص لو انا قعدت اتكلم فيها، ولكن انا مجرد بديكوا انتروداكشن بسيطه عن الماتيريالز اللي لو حد هيكمل بعد كده ميكانيكال انجينير هياخد معانا الكورس ده ان ديتيلز اكتر من كده. خلاص؟ طيب يبقى احنا دلوقتي قدرنا نعرف ايه البروبرتيز اللي قدامنا دي كلها. البريتل المواد اللي ما بتاخدش فراكشر انرجي كبيره لغايه لما تنكسر، بتتكسر على طول. ايه الهاردنس دي بقى؟ الهاردنس دي جربها عندك في البيت. هقول لك على حاجه لطيفه، كلنا قدامنا خشب بس ما تعملوش اللي انا بقوله ده. عشان ماليش دعوه اي حد هيتاذي بعد كده. لو عندك قاعد على ديسك مثلا خشب او تيبل او حاجه زي كده عندك في البيت، اوكي؟ ومعاك دبوس بلاش مسمار، اوكي؟ ومشيت، تخيل ما تعملش الحكايه دي، تخيل انك جبت النيل ده او بتاع ده الدبوس ده مش المسمار ومشيت على الخشب، ايه اللي يحصل؟ هيتجرح او يتقشر. هتعمل سكراتش فيه، صح كده؟ طيب لو انا جبت حته خشب، كان جيت عندنا في الورك شوب وديت حته خشب. وروحت مشيت الخشب ده على جلاس او مشيته على الايه على شيت او اي حاجه طبق او حاجه معمول من ستانلس او الومنيوم، هيعمل فيهم حاجه؟ لا مش هيعمل فيهم حاجه اصلا، مش حاجه، صح كده؟ حلو قوي. طيب تعالى بقى انت عندك في البيت، انا مديك نايف بتقطع مثلا حاجه وجيت عندك في بليت، الطبق اللي بتاكل فيه معمول من ايه؟ ازاز يعني اي حاجه؟ سيراميك يعني ازاز سيراميك جلاس. حلو قوي. هل السكينه وانا بقطع هي تقطع الستيك او الميت اللي انت بتقطعها دي، ولا تقطع لك الطلب طبق وتعلم فيه؟ بيحصل ان هي تعلم فيه؟ لا طبعا تعلمش. انت هتعلم فيه لو انت جايب طبق معمول من ايه؟ بلاستيك. بلاستيك. ايه بقى الكلام اللي انا عمال اقوله كتير ده؟ ايه لازمته؟ نفهم حاجه بسيطه، دي بنسميها عندنا صلاده الخدش. خلاص؟ الهاردنس اللي انا هتكلم عليها دي ان في ماده ليها قدره انها تعمل سكراتش في ماده ثانيه. حلو جدا. طب وليه بنعمل كده؟ مش انا بتكلم وانت بتقطع الاكل انت مش عايز السكينه اللي تتاكل. يعني ايه تتاكل؟ هو انت لو جبت تشاك او اللي هو صباع تباشير كده ومشيت بيه على اي سطح قدامك وليكن معمول من خشب وفضلت رايح جاي، التشاك ده هيحصل فيه ايه؟ التباشير ده هيتاكل، هيظهر في صوره باودر، صح جدا. حلو قوي. يتاكل دي يعني ايه؟ الدايمنشن بتاعته تبتدي تتغير، يبتدي يحصل فيه حاجه بنسميها عندنا ايه؟ وير، اللي هو تاكل مش ميكانيكي، تاكل ميكانيكي مش كيميائي. الكيميائي اللي هو الكروجن، التاكل الميكانيكي اللي هو الوير، اللي هو سطحين كده بيتحركوا ريلاتيف لبعضيهم فواحد فيهم ياكل في الثاني. طب برضو انا مالي ومال الكلام ده؟ اقول لك حلو جدا، هو انت السكينه اللي عندك في البيت دي قطعت بيها مرتين ثلاثه وكلت، الدايمنشن بتاعتها بتتغير؟ لا اكيد. اس ستيفنس او اس تقريبا ثابته. يبقى انا طب ما بالك لما اكون بقطع بقى عندي تول بقطع بيه في معدن، التول ده بعد شويه قطع خمتين ثلاثه على ماشين ابص الاقي الدايمنشن بتاعته اتغيرت او جت ضال او كده؟ لا. فاقوم انا اعمل ايه؟ اخلي التولز بتاعتي دايما عندها هاردنس عاليه، زي السكينه بتاعتك الهاردنس بتاعتها عاليه عن الايه؟ عن الحاجات اللي هي معموله من بلاستيك، فتقطع البلاستيك ولكن ما تقطعش الايه؟ السيراميك او الجلاس، ما تعلمش فيه. اوكي؟ احنا بنعمل كده ليه؟ عشان الادوات اللي هنستعملها بعد كده في عمليات قطع المواد بتاعتي، حتى الخشب اللي شاف فيكم الخشب بيتقطع، في تولز موجوده عندي في الماشينز
اوكي التوز دي معموله من حاجات هارد عشان مش كل شويه هي تتاكل واروح اغيرها. خلاص فهمتوا الحكمه من حكايه الهارنس؟ الحاجات الهارد عندها ريزيستنس عاليه ما تتاكلش، الحاجات السوفت عندها ريزيستنس قليله. خلاص وصلت؟ انا عايزاكم تفهموا مش عايزاكم تحفظوا الحاجات دي. اوكي طيب طبعا الكلام الكلاسيفيكيشن بتاع الماتيريال زي ما قلنا قبل كده في حاجه اسمها كلاسيكال كلاسيفيكيشن اللي هو زي اللي قدامكم ده، ميتال فيرس ونان فيرس وفي نان ميتال نقسمهم اورجانيك وان اورجانيك. اوكي وفي عندنا المودرن اي كلاسيفيكيشن اللي هو اقول في عندي بوليمرز، في عندي ميتالز، في عندي سيراميك، بعد كده بقى في حاجات متقاطعه ما بينهم من بعض اللي هي الكومبوزيت ماتيريال. خلاص طيب لو احنا جينا نسال دلوقتي هي ايه البروبرتيز اللي بتمثل الميتال اللي بتميز الميتال عن الحاجات الثانيه، وانتوا هل انتوا على فكره من شويه هو طف تمام بس مش كل الميتالز الكوندكتيفيتي عندها كوندكتيفيتي لمين اكتر حاجه هيت كلهم الهيت الالكتريستي بيوصلوا لكن بديفرنت ايه ليفلز بفاريشن يعني في فاريشن في الايه كوندكتيفيتي بتاعتها. طيب ايه تاني ماجنتيك بعضهم ماجنتيك مش كل الميتال ماجنتيك لو اكون بتكلم على العيله بتاعه الفيرس اوكي برضو في حاجات في الفيرس هيبقى عندها يعني ايه يعني يعني اكسبت الحاجات دي. خلاص هقول لك ايه الكتريستي لا الدنسي فيهم في فاريشن برضه ها. طيب عشان بس ما نضيعش الوقت هقولهم لكم سريعا ان انا عندي الميتالز قلنا ترانسفير العالي لايه للهيت وبعضها عنده جود ترانس بتاع ده كوندكتيفيتي مين للالكتريستي الكبر الالومنيوم السيلفر دول حاجات عاليه جدا ماشي. طيب في بعضهم عنده سترنس عاليه وبعضهم عنده سترنس قليله مش دي مشكله. في بعضهم عنده ماجنتيك بروبرتيز زي الحاجات اللي هي الفيرس الويز زي الحاجات اللي هي الكوبلت الويز النيكل الويز الاساس بتاعهم وهنعرف دلوقتي ايه الويز والكلام اللي انا عامله ده. وفي حاجات فيهم عندها كلهم عندهم شايني شيب صح. لو انت جبت اي معدن كده وعملت له بولشنج لمعته كده بزياده شويه ايه بيها بيرفلكت اللايت. طيب هل عمرنا شفنا حاجه ميتال ترانسبيرنت؟ لا عمرك شفت ميتال ترانسبيرنت مش هتلاقي الحكايه دي. خلاص يبقى الميتال عمري ما هلاقيه ترانسبيرنت. السيراميك اقدر خلاص البوليمر اقدر اجيب بوليمر شفاف لكن انا ما اقدرش اجي ده عندي بتاع. في ميزه في الميتال لما ربنا خلق لنا الميتالز اللي احنا عملنا لها استخراج دي او اكستراكشن ولقيناها تلاقي ليها كلرز كتير ومثلا في بعضها لما احوله من بيور ميتال لاعمله بصوره الوي يغير لونه يبقى له الوان مختلفه. خلاص فدي ميزه موجوده عند الميتال. زي ما اجي اتكلم على السيراميك في سيراميك ارتفيشال وفي سيراميك طبيعيه اللي هي زي ايه السيراميك اللي انت بتلاقيه مثلا في الطبيعه اللي هو زي الحاجات اللي هي الميركل والحاجات دي الرخام ده طبيعي محدش عمل فيه حاجه هو لونه كده. لكن التيلز الفلور تيلز اللي هي السيراميك اللي موجوده عندك في البيت دي واخده الوان مختلفه. خلاص زي اما اجي اعمل ايه زي اما اجي جلاس الجلاس اقدر الونه اديله لون الطبيعي بتاعه لونه كده. خلاص اوكي الروكس برده في انواع مختلفه فانا بختار بيختلف على حسب الماتيريال اللي معمول منها الحاجه ليها لون معين. يعني في روكس ممكن تلاقيها لون ايه محمر كده في حاجات تانية لونها تلاقيها فاتح شويه على حسب الماده اللي معمول منها. اوكي لكن الحاجات اللي هي السيراميك دي كلنا اللي عندنا في البيت انا اللي بديها لون. البوليمرز برده نفس الكلام انا اللي بحط لها اللون اللي انا عايزاه. طيب يبقى احنا الميتالز بنهتم بيها لان احنا لو جينا بصينا للميتالز هتلاقي حوالي تقريبا لو انت العناصر بتعرفها في حياتك حوالي 100 هتلاقي نسبه كبيره فيهم حوالي 70% هي عباره عنها الايه ميتالز بقى. طبعا السيراميك عباره عنها اوكسايدز او كاربايدز بتاعه المعادن المختلفه يعني الومنيوم اوكسايد الومنيوم بتاع ده كاربايد الومنيوم نيترايد كل دول عباره عنهم سيراميك ماتيريال كل واحده وليها لون مختلف. البوليمرز دايما بنعتبرها او حاجه اورجانيك واساسها هيبقى هيدروجين وكربون وكده وفيهم عليهم عناصر ثانيه. في عندنا لو جينا نقارن السترانس بتاعه الميتالز والسيراميك والبوليمرز سيبك من حكايه الكومبوز دي خليها على جنب اوكي هتلاحظ حاجه مهمه جدا مين عنده اعلى سترانس هو فعليا السيراميك والميتالز يقربوا شويه من بعض دول معظم الحاجات بتاعه الميتالز معظم الحاجات بتاع السيراميك. مين اللي عنده السترانس العاليه الميتالز او بعض السيراميك. خلاص مين عنده اقل سترانس البوليمرز البوليمرز تمام حلو قوي كيف الحكايه دي في يور مايند لغايه ما نوصل لحاجه ثانيه. هنا تقسيمه ثانيه قال لك الميتالز هنقسمها فيرس ونون فيرس ونيجي عندنا الفيرس ونقول بقى كلمه فيرس دي مقصود ان في ايرون الايرون ده كبيور اليمنت كده لوحده على فكره فيري ويك ما عندوش سترنس عاليه ما عندوش كروزن ريزيستنس كويسه ما
ما يعتمدش علينا انك تصنع بيه منتج. عشان كده اول ما تخش عندي كليه وخدت معايا برودكشن وخدت بتاع ده الليكشر بتاعت الماتيريال وركشوب بتاعتها، ما اسمعكش تقول ده معمول من حديد، الكلمه دي غلط. هتقولي ده معمول من ستيل او ده معمول من كاست ايرن او ده معمول من ستانلس ستيل، كلمه حديد دي ارميها بقى خلاص، ما بقتش بتاعت مهندس خلاص. طيب هي بالعربي اسمها سبائك حديديه، لما نيجي نتكلم عليها اسمها فيرس ايه الويز. ماشي، الفيرس الويز ليه؟ لان الحديد اللي هو الايرن البيور ملوش عندي حاجه، فعملوا ايه؟ قالوا لك الايرن، تبقى بس هنا عشان الناس ايه تاخد بالها، الايرن نسبه كبيره في الايرن عندي خلاص، ومعاه شويه كربون صغيرين يطلعوا عندي الستيلز. طب نسبهم ازاي؟ نسب الكربون فيهم بتختلف على حسب اذا كان لو كربون ميديم كربون هاي كربون. طيب اذا انا زودت نسبه الكربون زياده شويه مع الايرن، بس نسبه مثلا وصف اقصى حاجه اللي فيها 4.5%، طلع لي حاجه من عيله بنسميها عيله الكاست ايرن. اوكي تمام. في عيله ثالثه هنتكلم عليها بس مش باينه هنا، العيله النون فيرس. بقى في نون فيرس ميتال ونون فيرس الويز، في الومنيوم والالويز بتاعت، في كبر والالويز بتاعت، في مغنيسيوم والالويز بتاعت، وهكذا. بعد كده الحاجات النون ميتالز اسموها اورجانيك وان اورجانيك، هنتكلم عليهم بالتفصيل. دي اول ميزه عندنا في الميتالز، هتلاقي عندنا حاجات كبر البيور ليه لون احمر، اما اجي اتكلم على الكاست ايرن والستيل قريبين شويه من بعض في لون، ولكن التكشرز بتاعتهم او القطع بتاعهم بيبينهم شكلهم مختلف عشان طريقه التصنيع بتاعتهم. الالومنيوم لونه مدي حاجه فاضي شويه، الستيل لونه مختلف عن الالومنيوم، الستانلس ستيل لونه مختلف عن الاثنين، البراس لونه مختلف، البرونز ليه لون، وهكذا. معنى كده ان ربنا خلق لنا المعادن بالوان كتير؟ اه، ده احنا فعليا بنستغل الحكايه دي. اوكي طيب المعادن بتاعتنا، انا قلت حكايه بقى الحاجات اللي هي ما ينفعش استعملها كبيور اليمنتس زي مثلا ايرن، لازم اعمله في صوره الويز. طب في حاجات بستعملها بيور واستعملها الويز؟ اه، الحاجات اللي هي زي نون فيرس، الالومنيوم مثلا بستعمله بيور في الكيبلز بتاعت الكهرباء، الكبر ما اقدرش اصنع منه حاجه اللي هو البيور، عشان اصنع منه منتج استعمله في صوره الويز، فاستعمله مثلا براس، او استعمل مثلا ايه الالومنيوم زي الالومنيوم الويز المختلفه، احط عليها عناصر كتير زنك، احط عليها مغنيسيوم، حاجات زي كده عشان تبقى عندها سترينث عالي. اوكي الفرق تاني الالوي، حد يعرف يعني ايه الوي ولا ما تعرفوش؟ سبيكه. حد يعرف يعني ايه الوي؟ سبيكه. ها؟ سبيكه. سبيكه مش الميني، مش الميني، مش الماء، مش ترجمه يعني، اللي هي حاجه معموله من مادتين مثلا، او حاجه حطيت عليها عنصر تاني، ممكن يبقى ميتال او نون ميتال، يعني زي الايرن حطيت عليه كربون، البراس مثلا كبر وعليه زنك. اوكي ازاي الالوي؟ على فكره هما حاجات دايبه في بعضيها. يعني ايه دايبه في بعضيها؟ انا دايما بشبهها بحاجه سهله قوي انك تجربها، وانت لو جبت كوب فيه شاي وحطيت على الشاي ده ميلك، بعد شويه لونه بقى متغير، هو انت تقدر تبص كده من بعيد تقول النقطه دي بتاعت الميلك والنقطه دي بتاعت التي؟ لا مستحيل، مش هعرف اصلا. سيبريه. احنا عندنا الالوي عباره عن انك انت عندك مين اليمنت اللي هو مثلا عندنا الايرن، وحطيت عليه الوينج اليمنتس ثانيه زي كربون، زي مثلا سيليكون، زي مثلا مغنيسيوم. اوكي دي عناصر قليله كلهم دابوا في بعض، طالما حصل لهم سولفنج بعضيهم اوكي بقت اسمها الوي. وخلي الحكايه دي على جنب عشان هنرجع بعد شويه، اذا ما كانش المره دي هيبقى المره الجايه هيحصل لها بس. اوكي احنا عندنا الستيلز انواع، في عندنا الوي ستيل، عندنا لو كربون، عندنا ميديوم كربون، عندنا هاي كربون. اللو كربون ده تميزه بايه بقى؟ الناس اللي ما خدتش لسه الورك شوب، اي منتج عندك موجود في صوره شيتس، موجود في صوره بليتس، موجود في صوره حاجه مقطع معين مثلا زي شكل ماسوره، زي شكل حاجه عامله حرف تي، زي حاجه موجوده في حرف يو، حاجات زي كده، كل دي حاجات اتعمل لها طريقه بروسيسنج. اوكي وما تنفعش البروسيسنج ده بطريقه اسمها فورمنج. هل ينفع يبقى كاست اير؟ الحاجات اللي بتشكل بيرمنت ينفع تبقى كاست اير؟ مالهم سكتوا ليه؟ ينفع تبقى ايه معلش يا دكتور؟ كاست ايرن. ثواني بقى، ده امتحاناتكم صعبة. لا يا دكتور، الحاجات اللي بتتشكل تبقى من اللو كربون احسن. بالظبط. الكاست ايرن هو انت خايل الكيرف بتاعه زي الريد، ده ينفع يتعمل له مثلا يتعمل له حاجة؟ لا. لا. واضح ان انت في حالة صدمة ولا ايه؟ مش عارف. لا لا لا. لا هو مش هيبقى موجود اصلا يعني. حلوة. بالظبط، خلينا نتكلم بقى عليها براحتي. يبقى اللو كربون اسهل واحد ابتدي اشكله بسهوله، ادي لي التكنيشن عندي يتنيه يعمل فيه حاجه، يقدر يغير الدايمنشن بتاعته، كل ده ينفع خلاص. الميديوم كربون
يعني عنده سترينث اعلى شويه وابتدي الديفورميشن بتاعته يبقى ايه نسبيا عندي فيه مشكله. خلاص ما ينفعش اشكله كده وانا واقفه قدامكم في الورشه، لازم اتعامل معاه بحراره. طيب الهاي استخدمه في ايه؟ بلاقيه فعندي اعمده معموله منه، تروس، حاجات زي كده. الهاي كربون الحاجات اللي هي الادوات بتاعه زي الفايل، زي المبرد. عندكم مبرد في البيت؟ عندكم بتاع ده؟ عندكم مبرد؟ ما عندكوش مبرد؟ عندكم سكرو درايف؟ عندكم مفك؟ عندكم مفتاح بتاع انبوبه؟ هاي كربون. طيب نيجي عندنا بقى عشان نفهم يعني ايه الكربون لما بيزيد بيحصل ايه. ده عندي البيور ايرون السترينث بتاعته ضعيفه جدا، تقريبا 40 ولا 50. بص كل ما يزود الكربون ايه اللي بيحصل؟ كل ما بيزود الكربون يا شريف ايه اللي بيحصل يا شريف؟ زيد. ها؟ الاسترس بيزيد. الاسترس بتزيد ومين بيقل؟ الدكتيليتي. الدكتيليتي بتقل. يوستينا سيكشن كام يا يوستينا؟ انا 17. يوستينا ايه بقى؟ يوستينا سمير. سمير؟ ماشي. طيب يبقى يوستينا دلوقتي، يبقى انا كل ما ازود نسبه الكربون الاسترنس بتزيد، الدكتيليتي بتقل. خلاص؟ وحاجه كمان حطها في اعتبارك ان كمان الهاردنس بتزيد. طيب نيجي عندنا اهو، ادي المواد باستخدامها، الحاجات اللي هي موجوده عندي لو كربون. نسبه الكربون على فكره النسب دي بتختلف من ريفرنس لريفرنس، يعني في ريفرنس اي لغايه اب تو 0.2، في ناس تكتبها 0.25، احنا هنشتغل 0.3. خلاص؟ بتلاقي سهل انك تشكلها، سهل انك تلحمها، سهل في حاجات كتير جدا. البوديز بتاع العربيات، البوديز بتاعت الايه؟ الشابس، حاجات كتير جدا عندنا بتتعمل من اللو كربون ستيل. الميديوم كربون عندنا ممكن حديد تسليح، ممكن يبقى الميديوم او لو، اوكي؟ التروس عندنا بتتعمل من ايه؟ من الميديوم كربون ستيل لغايه 0.6% كربون. طيب. نيجي عندنا الهاي كربون بقى، النسب دي بتختلف، مره تلاقي ريفرنس يكتبها 1.2، مره تلاقيه 1.4، مره تلاقيها 1. نسب الكربون عندي زياده، ماشي؟ الاقي عندي السكرو درايف، المفك اللي عندك في البيت، المنشار لو عندك منشار بتقطع بيه في البيت صغير كده، الفايلز، الحاجات دي كلها معموله عندنا من هاي كربون ستيل. ايه بقى الالوي ستيل ده؟ دكتور هلا، الالوي ستيل ده اللي فيه، نعم، ممكن نرجع للسلايد اللي قبلها ثانيه واحده؟ هديلك السلايد. ايوه تمام، شكرا. الالوي ستيل ده بقى اتفقوا الحاجات اللي فيها نسب الالوينج اليمنتس عاليه، يعني توصل مثلا لحوالي 20 او كده، ماشي؟ قال لك ان دي بنعتبرها، وفي حاجات تقول لغايه 18%، بنقول بنعتبر دي الالوي ستيل. يعني ايه الالوي ستيل؟ عباره عن ستيل لو كربون، يعني الانسان الستيل ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايرن كربون قليل، وفي الالوينج اليمنتس اساسيه، اهم واحد فيهم اللي هو كروميوم. يعني ممكن يبقى عندي ستانلس ستيل عباره عن ايرون ونسبه كربون صغيره، والعنصر الاساسي الميجر الوينج اليمنتس فيه هو كروميوم بس، مفيش نيكل. ينفع، لان الكروميوم هو اللي بيديني طبقه الكروميوم اوكسيد على السيرفيس اللي بتعمل لي طبقه من ايه؟ بتمنع عمليه الكروش. خلاص؟ النيكل بيساعد في حاجه معينه في الاستراكشر بتاع الستانلس ستيل. طيب انا لسه قلت من شويه ان كل الحاجات الفيروس الويز بتنجذب للمغناطيس وعندها ماجنتيك بروبرتيز، ولكن دلوقتي بقول لك في اكسبشن. مين الاكسبشن؟ في نوع من انواع الستانلس ستيل ما بيو نوت اتراكت تو ماج، ما بيتاتراكش الماج، ما بيروحش، ما بينجذبش للمغناطيس، وده عاده النوع العالي في الكواليتي بتاعته، نسميه استوناتيك ستانلس ستيل. خلاص؟ الستانلس ستيل طبعا ليه استخدامات كتير، ميديكال ابلكيشن، الحاجات اللي هي الناس بتوع الدنتس كلهم، الدنتس لو اي رحت عند اي دنتس تلاقيه بيعمل التوز اللي يحطها في بقك دي كلها من الستانلس ستيل عشان يقدر يعقمها، يحطها في درجات حراره عاليه ما تتاثرش بحاجه. طبعا حاجات الاكل كلها بتتعمل ستانلس ستيل بس جريدز مختلفه، اوكي؟ تمام. طيب احنا عرفنا الستانلس ستيل، في حاجه اتقالت او ممكن تتقال في الورش، حاجه اسمها هاي سبيد ستيل. الهاي سبيد ستيل ده بيستخدموه عشان نقطع الخامات بتاعتنا. بلاش، كلكم بالتاكيد في البيت شفتوا، جالكم حد بيعمل شغل في البيت وكان معاه شنيور، الحاجه اللي بيدخلها في الحيطه دي عشان تتقب حيطه عندك دي اسمها دريل، اوكي؟ الدريل دي بتتعمل من حاجه اسمها هاي سبيد ستيل. الهاي سبيد ستيل ده عباره عن برضه لو كربون وعليه عناصر ثانيه، اهم عنصر فيهم هو التنجس، وهنتكلم عليه بعد كده لما نيجي نتكلم على القطر. الكاست ايرون على فكره عاده نسبه الكربون فيه بتبقى عاليه، بتوصل لحوالي تقريبا في بعض الحالات او معاك نسبه الكربون في الكاست ايرون البراكتيكال رينج بتاعي هو من اول 3 لغايه 4.5، ده نسبه الكربون. طبعا الكاست ايرون هتلاقيه موجود في الدرينز بتاعت الشارع، او الجان اللي موجوده عندك في الشارع، في فالفز موجوده عندنا في ماكينات، في بتاع ده، في سوري، في فالفز موجوده في عربيات، حاجات زي كده بتتعمل من كاست ايرون.
في او في حاجات تانية منتجات تانية. الانجن بلوكس بتعمل مكسر، البيت بتاع الماشينز اللي عندنا بتعمل منين مكسر. طيب انا بقى مش هطول عليكم اكتر من كده، عشان احنا لما نيجي نحضر الورشه ونلاقي ان احنا فيه سامبلز من المخونات عارفينها ونقول ان هي تنجذب المهندس ولكن مش قادرين نميز هي كاست ايرون ولا ستيل، وانا مش جايبها لك في صوره منتج وبالتالي مش قادر توصل هي معموله ازاي عشان تقول لي، ففي اختبار بسيط بنعمله بالذات يهمني في الحاجات اللي هي الفيرس الويز. عندي ستيل، عندي ستانلس ستيل، عندي كاست ايرون ومش قادره اميز ما بينهم، اوكي احطهم على حد عارفين الحاجات اللي هي بتاعت الجرايند ويل اللي الراجل بيسنلك عليها السكاكين، بنجيبها ونحط عليها الخامه دي. اختبار بسيط جدا، يقول لك الحاجه اللي قدامك دي ستانلس ستيل ولا لا. حلو جدا، يعني انت لو عايز تعرف الخلطات الراكبه في الشبك في الشقق اللي انت هتستلمها دي ستانلس ستيل ولا لا، هات حجر كده بسيط وقربه من حرفه. لو عملت سبارك بشكل معين بتاع الستانلس ستيل يبقى ده ستانلس ستيل. طب لو اديتك سبارك بتاع اللو كربون ستيل او اديتك سبارك ما اديتكش سبارك خالص يبقى براس واخد طبقه نيكل مثلا. خلاص، فالحاجات دي لما بنقولها لك بتقول بتفيدك عشان بعد كده لما تبقى مهندس في اي مجال تعرف بحاجات بسيطه اتعلمتها من هنا تعرف تميز ما بين حاجه وبعض، او انت حتى وانت بتشتري. بس طبعا مش هتقدر تعمل كده وانت بتشتري، الراجل هيموتك عشان هبوظ لك حاجه انت هتعلم فيها بسيط، فدي مشكله. اوكي طيب، طبعا في سؤال بنسال دايما نفسينا، احنا عمالين نتكلم على الستيلز والحاجات دي كلها، طب واحنا بنستعمل النون فيرس؟ انا لسه قايله من شويه بنستعمل ليه، بنستعمل النون فيرس طالما عندنا فيرس؟ عشان مش بتكوندكت، ما عندهاش البروبرتيز بتاعت ال 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 يعني حاجات الفيرس عموما. يعني مش بتكوندكت الهيت، مش بتكوندكت الالكتريستي. لا الفيرس بتكوندكت على فكره، بس هي عندها مشكله، ما بتكون مش عندها كوندكتيفيتي عاليه لمين؟ اما يكون عايز الكوندكتيفيتي عاليه التيار الكهرباء مين احسن حاجه؟ الفيرس. الكوبر صح، والسلفر لسه والله قايلاه من الالومنيوم. طبعا مش بنستعمل السلفر لانها غاليه، لكن ممكن استعمل عندي الايه الكوبر، ممكن استعمل الالومنيوم. اوكي طب ده حاجه، ايه تاني؟ ممكن عشان الوانها او مثلا دكتور اكتر حقيقه. لا بس في حاجه الالوان موجوده بالفعل في النون فيرس، الفيرس ما عندهاش الوان كتيره. كويس ميرسي يا ياسين. ها مين تاني؟ تسنيم يا دكتور. سوري يا تسنيم، اسف اسف مش ظاهر قدامي معلش الاسم، بس انا طول ما عامله. طب هو ممكن اصلا في حاجات زي براس والبرونز مثلا بيريزست الكوروجن وحاجات كده، والالومنيوم مثلا عندي فرايتس كتير فاقدر ريزيست الكوروجن. الحاجات الفيرس اللي بتريزيست الكوروجن اهم واحد فيهم هو الستانلس ستيل، وده بالنسبه لي برده ما ينفعش جود تشويس في كل حالات، يعني ينفع في حل سليم ولكن فعليا غالي. تمام، يبقى ده هنلاقيه ليميتيشن ان انا استعمل الفيرس، ان الدنسيتي بتاعت الفيرس دايما الفيرس الويز عاليه 7.8 7.9 جرام بير سنتيمتر كيوب عاليه. انا ممكن الاقي حاجات في النون فيرس عندها دنسيتي اقل، الكروجن ريزيستنت بتاع حاجات الفيرس مش كويس. هلاقيها بستخدمها في ستراكشر ايه ابلكيشنز كتيره، ولكن ستيل ليها ليميتيشن في حاجات. اوكي طبعا انا هاجي بس على سلايد واحده كده واحاول اقفل عليها النهارده ونكمل المره الجايه، اللي هي عندي دي بعض امثله النون فيرس الويز. اقفل معاكم كده، تعبتوا؟ ممكن نفس السؤال كمان مفيش مشكله. لا مش بريك، واحنا معادنا لغايه 4:30، فانا هديكوا بقى انا البريك في الاخر. خلاص هوقف لايت كده، والمره الجايه الحته اللي باقيه صغيره عشان نخش في الايه في الكاربنت. بس هوقف التسجيل واكد على حاجتين ثلاثه. دكتور هو احنا ليه مش بناخد في الكليه؟